مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي، مساء الخير على كل من يشاهد قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من أيامنا في البيت الكبير، حلقة نهاية الأسبوع يا رب إن شاء الله تكون حلقة مميزة وتنال إعجاب حضراتكم. قبل ما هقول لحضراتكم فقراتنا النهاردة إيه في البيت الكبير، طبعا بحب أرحب بك يا سهام. مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. إن شاء الله حلقة مميزة. مساء الخير بإذن الله. إن شاء الله. أعرف حضراتكم النهاردة إن شاء الله على فقراتنا في البيت الكبير. الفقرة الأولى إن شاء الله مع الأستاذ عصام شلتوت. عصام شلتوت طبعا الناقد الرياضي الكبير والمستشار الفني لموقع القاهرة 24. الفقرة الثانية معانا نجم من نجوم النادي الأهلي السابقين في حراسة المرمى، معانا الكابتن رمزي صالح، هيكون في ضيافتنا إن شاء الله في الفقرة الثانية في البيت الكبير. هنتعرف عليه ويعني نشوف تابع الثلاثية إزاي، بطولة النادي الأهلي خاصة في البطولة الأفريقية وكمان كاس مصر. الفقرة الثالثة إن شاء الله كمان معانا قيمة كبيرة جدا، الكابتن فتحي نصير. كابتن فتحي نصير طبعا يعني أستاذ كبير جدا في عالم كرة القدم وأيقونة من أيقونات كرة القدم، نتحدث معه في عديد من الملفات وخاصة الملف القروي، اللائحة الجديدة لاتحاد الكورة، مشوار النادي الأهلي إن شاء الله اللي هنطلق بداية من يوم الأحد بإذن الله، برضو رؤيته للدوري السنة اللي جاية إن شاء الله. يعني تتابعونا ونكون حلقة مميزة من البيت الكبير زي ما عودناكم دايما إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. برحب بيكم تاني مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الأهلي العظيم عشاء الكيان، مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. الحقيقة زي ما كابتن عيني كان بيقول دلوقتي، يمكن ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن قطار الدوري الممتاز وانطلاقه، وسط طبعا توقعات كثيرة جدا من الكل، خلينا نقول انه يكون واحد من امتع مواسم الدوري الممتاز. ليه بقول كده؟ علشان كل الأندية النهاردة نجحت انها تدعم صفوفها بلعيبة متميزين جدا، ويمكن كانت المفاجأة كمان الأندية اللي صعدت للدوري الممتاز الموسم اللي فات ده اللي لسه خلصان، سيراميكا كليوباترا، نتكلم على البنك الأهلي، ونتكلم عن غزل المحلة، وطبعا يعني ميركاتو صيفي عالي جدا جدا، وتحديدا سيراميكا والبنك الأهلي اللي نجحوا بالفعل ان هم يضموا أسماء رنانة. يمكن لما بنتكلم عن سيراميكا كليوباترا بس بنتكلم عن محمد إبراهيم، صالح جمعة، عامر حارس مرمى طبعا الإنتاج الحربي، ورجب بكار. البنك الأهلي نجح في أنه يتعاقد مع أحمد علي، كوفي، معروف يوسف، وكمان معاه ثنائي الأهلي طبعا الشباب محمد فخري وشادي رضوان. علشان كده الدور الموسم ده لا بنقول أنه قوي جدا، هيبقى صعب، في توقعات كل الفرق يمكن عندها طموح ان هي توصل لأهدافها، واشتغلت على كده فعلا خلال فترة الإعداد، وفترة الإعداد ديت يعني تعتبر قصيرة جدا. احنا بنتمنى ان الموسم ده ان شاء الله يخرج على خير ويعدي على خير، ما يحصلش فيه اي أزمات او اي مشاكل او اي تأجيلات. المفروض انه الدوري بينتهي في نهاية يونيو اللي جاي، وقبل طبعا بطولة دوري الألعاب الأولمبية. فاحنا بنتمنى يا رب يا رب انه اللي حصل او الظروف الصعبة اللي كنا كلنا يمكن شاهدناها المسابقة في النسخة اللي فاتت ما تتكررش تاني، واكيد بنتمنى التوفيق للجميع. لكن ان شاء الله بطولة الدوري 43 بإذن الله تكون هنا في النادي الأهلي ان شاء الله. ولا إيه؟ بإذن الله. طبعا هو زي ما انت اتكلمتي دايما متعودين الأندية اللي بتطلع من الممتاز به للدوري الممتاز، يمكن في السنوات الماضية كان يعني طموحها الكبير ان هم يقعدوا في الدوري. على مستوى الصفقات ما كانش فيه صفقات كبيره باسماء كبيره بتنتقل من احد انديه الدوري الممتاز لاحد الانديه الصاعده. النهارده بنشوف الوضع مختلف شويه، وزي ما بنتكلم ويمكن كان حلقتنا مع عمر البنوبي اول امبارح كنا بنتكلم على اقتصاد، احنا بنتكلم على انديه عندها مستويات اقتصاديه عاليه جدا. البنك الاهلي عنده سبورت كويس قوي، سيراميكا عنده رجل اعمال، وبالتالي الصفقات اللي حققها الناديين دول بالذات صفقات عاليه جدا. وزي ما بنقول كل دوت في مصلحه الدوري، كل دوت في مصلحه الكره المصريه ان يكون دوري قوي، دوري نتمناه ان شاء الله باذن الله يكون دوري منتظم. في لائحة النهاردة، لائحة العقوبات طلعت هنناقشها مع ضيوفنا النهاردة، لكن في تحديات كبيرة في الفترة اللي جاية. النادي الأهلي وعشاء النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي أكيد أكيد عندها إصرار واضح جدا إنه داخلين على بطولات جديدة. النادي الأهلي بإذن الله يكون
الدوري البطولة المحببة للنادي الأهلي 42 مرة إن شاء الله تكون 43. بنتكلم على كمان إن شاء الله بإذن الله السوبر الأفريقي اللي لسه ما تحددش لغاية دلوقتي ملامحه هتكون فين أو إمتى، برضو هنتكلم فيه مع ضيوفنا إن شاء الله بإذن الله. يعني أعتقد خلاص اتحدد في قطر، في قطر خلاص يعني ايا كان يعني كنا احنا بنتكلم مع ضيوفنا النادي الاهلي بطل في اي حته وفي اي مكان ان شاء الله يتوج النادي الاهلي بالسوبر الافريقي. يعني هقول لكم كمان ملامح الدوري اللي ان شاء الله هيبدا بكره، عندنا ثلاث مباريات بكره ان شاء الله. مباراه هتبدا الساعه 2:30، ده ام بي بيستضيف اسوان. الساعه 5 ان شاء الله مباراه قويه، مباراه طلائع الجيش اللي كان عامل مباراه اكتر من رائعه في نهائي كاس مصر، وبيقابل طبعا فريق الجونه ده على استاد الجهاز الرياضه العسكري. اخر مباراه بكره هتكون الساعه 7:30 ما بين الانتاج الحربي واول ظهور لاحد الثلاثة أو الفرسان الثلاثة الصاعدين للدوري الممتاز سيراميكا. أكيد برضو هنشوف مباراة قوية جدا الإنتاج الحربي بقيادة الكابتن طبعا مختار أمام فريق صاعد عنده طموح، عنده لعيبة جديدة عايزة تثبت وجودها. فنتمتع إن شاء الله بموسم قوي ودوري قوي بإذن الله، تكون نهايته بإذن الله في الجزيرة كالعادة يا يعني. رب إن شاء الله. إن شاء الله زي ما احنا متعودين، والنادي الأهلي معودنا دايما. على ذكر الحديث عن بطولة الدوري، يمكن اللجنة الخماسية النهاردة اللي بتدير اتحاد الكورة بتعتمد لائحة العقوبات الخاصة بالموسم الجديد. يمكن اللائحة دي حضراتكم ضمت في بنودها 16 بند. ايه المهم بقى في 16 بند دول؟ من أهمها ايه؟ انه اي فرد هيحاول انه يعتدي على احد عناصر اللعبه او يقذف او يحذف مثلا ازازه ميه فيما عدا طبعا الحكم، هيتم ايقافه 3 مباريات. اي فرد هيعمل سلوك غير رياضي او غير اخلاقي طبعا يعني، او على الحكم بقى او احد، او التعدي على فرد حتى من افراد مساعديه او مسؤولي تنظيم المسابقه مسابقه المباراه اللي يعني ده، هيتم ايقافه 4 مباريات. كمان الاعتداء بالضرب على الحكم او احد مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه هيتم ايقافه 16 مباراه. صحيح. زي ما قلنا نص الموسم. مظبوط. يعني نص الموسم. قرارات قويه جدا، قرارات تربويه، ولكن زي ما بنتكلم وقلنا دايما عايزين القرارات ديت واضحه وصريحه ما تكونش مطاطه. التعدي على الحكم، طب التعدي على الحكم بأني لغه؟ باللفظ، بالاشاره، يعني برضو الامور دي لازم تكون واضحه جدا في اللائحه علشان ما حدش يطلع يقول لك احنا لا الجزء دوت يخص ال6 مباريات، الجزء ده يخص ال16 ماتش. فطبعا القرارات قرارات رادعه ما فيش شك فيها، وكنا منتظرينها بقالنا كتير جدا. ان شاء الله تطبق ويكون الانضباط والالتزام هو صفه اللعب، ده المهم جدا ان احنا نكون ملتزمين داخل الملعب، لان ده كمان بيأثر على الفاليو بتاع الدوري المصري. يعني احنا بنتكلم ان شاء الله عايزين دوري قوي، بننطلق بدوري جديد ان شاء الله يكون في اداره لاداره الدوري، رابطه الانديه المحترفه ان شاء الله تكون موجوده مع هذه العقوبات مع الالتزام. يعني كل ده بنتكلم على التزام كامل من كل الاجهزه ومن كل عناصر اللعبه ان شاء الله في الدوري الجديد. ده هو الطموح عشان كمان ده ينعكس على أدائنا في الدوري، وبالتالي ينعكس على أدائنا على مستوى المنتخبات. يعني إن شاء الله منتخب مصر الأول ومنتخب الشباب أكيد. الالتزام ده أفتكر أنه بيفيد وبيخدم على كل عناصر اللعبة يا كابتن. طبعا. مش بس الأهلي ومش بس الزمالك ومش بس الاتحاد. يعني أنت النهاردة لما يكون في عندك فعلا قرارات رادعة، قرارات أدبية فعلا تربوية، ده بيأثر على اللعبة كلها، بيأثر على كل المستويات. يمكن في نقطة مهمة جدا كمان يمكن أخدت بالي منها النهاردة وأنا بقرأ في اللائحة اللي اعتمدها اتحاد الكورة في البند رقم 15. البند رقم 15 بيقول لك إيه بقى؟ عدم امتثال اللاعبين أو كلا الفريقان بالتوجه لدائرة منتصف الملعب لتحية بعضهم البعض وكذلك الحكم بدون المصافحة باليد، يعني يروحوا يسلموا على بعض من غير ما يسلموا على بعض بالإيد. اللي مش هيعمل كده بقى هيتم توقيع غرامة مالية عليه بتوصل ل50,000 جنيه. أنا بصراحة عجبني جدا جدا البند ده، هقول لكم ليه، أو إنها تحصل كمان في كل المباريات، مش يعني علشان ما يتوقعش غرامة مالية، لأ هي دي روح رياضية فعلا اللي المفروض تسود أو تكون ما بيننا كلنا، لأن في النهاية كرة القدم أو أي رياضة أسست في البداية علشان تقوم الروح الرياضية دي.
فخلونا بقى نتكلم بروح رياضيه ونتكلم يعني بصراحه كده انه يعني خبرين الحقيقه خبر يعني انت الخبر ده حلو وخليني بس اعلق عليه سهام طبعا ثانية. الجزء ده مهم جدا وخلينا نتكلم بكل امانه. الجزء ده يا ريت يتطبق كمان على قاعده الناشئين، ان الكلام ده يتطبق. المهم عندنا سهام المهم عندنا وده بيتطبق على فكره في اوروبا حتى هناك. مثلا على سبيل المثال انا كنت في المانيا، كل الفرق اللي بتلعب قطاعات الناشئين الاولاد الصغيرين من سن 8 سنين لسن 17 سنه بعد المباراه الزاما ان هو بيسلم على المنافس، بيسلم على الحكم، المدرب بيسلم على المدرب الاخر. فالجزئيه ديت لو كنا بنتكلم عايزين ان شاء الله خلال السنين اللي جايه يكون عندنا هذا الالتزام، ومش رابطه الالتزام بعقوبه، يعني مش لازم يكون في عقوبه عشان تعمل ده. احنا بنحط قاعده ان حتى الاولاد الناشئين يتعلموا من هم صغيرين، مهما كانت النتيجه ومهما كانت ظروف المباراه ومهما كان التنافس، انه بعد المباراه لازم يسلم على اللعيب المنافس بتاعه، المدرب يسلم على المدرب. اعتقادي الشخصي انه شيء جيد جدا على مستوى الدوري المصري الممتاز في درجاته، اعتقد الممتاز والممتاز به. لكن انا في وجهه نظري الاهم كمان ان هذا يطبق في قطاع الناشئين ونعلم اولادنا والاجيال اللي جايه ان ده شيء مش عشان انت يعني هيبقى عليك خصم لو ما عملتش كده، لا ده من هو صغير يتعلم، تبقى ده روحك بقى. يبقى روحه وهو متعلم كده وصغير، فلما يصعد للفريق الاول يبقى ده شيء طبيعي متعود في الدوري المصري متعود عليه. وبعدين هو قبل ما يبقى المنافس اللي قدامك هو زميلك اصلا، أكيد زمايله في في الملعب، زميله في المنتخب، يعني الروح الرياضية ديت لازم. أنا في وجهة نظري كويس إنه بيطبقوا دوت على الممتاز، لكن أنا في رأيي إن هو ناخد من القاعدة اللي تحت ونبدأ بناشئيننا وأولادنا الصغيرين يتعلموا ده خلال 10 سنين، هيبقى بالنسبة له ده شيء طبيعي. ندخل بقى على يعني خبرين يمكن معانا عن فريقنا النادي الاهلي النهارده بقياده موسيماني اللي الحقيقه بيستعد لمواجهه مصر المقص. افتكر ان هي هتكون مواجهه قويه جدا يوم الاحد ان شاء الله اللي جاي في انطلاق مشواره ببطوله الدوري الممتاز. طبعا كلنا ثقه في انه اللعيبه هتحافظ على اللقب للمره 43 باذنك يا رب. يمكن الجهاز الفني النهارده كان بيعقد جلسه تحفيزيه مهمه جدا للعيبه، كان بيطالبهم بضروره القتال، ضروره التتويج ببطوله الدوري في نسخته اللي جايه، وانه جماهير الاهلي طول عمرها مش بتقبل بغير البطولات. كمان النهارده موسيماني طالب اللعيبه بضروره ان هم يركزوا في مباراه مصر المقاصه وان هم يحققوا الفوز، مع الرغم من قوه طبعا الفريق الفيومي، يتكلم يمكن عن اهميه تخطي يعني يمكن البدايه يعني البدايات دايما هي اكيد بتبقى الاصعب، لكن الفوز مع اول مباراه في الدوري اكيد ده بيدي ثقه اكبر لمواصله الانتصارات من البدايه. كمان النهارده كابتن موسيماني بيتكلم مع اللعيبه انه الموسم ده هيكون مختلف عن المواسم اللي جاي، واكد انه هيكون في منتهى الشراسه، علشان كده لازم اللعيبه تكون يعني عباره عن مجموعه من المقاتلين في المشوار. طبعا متعودين على لعيبتنا ان شاء الله انها تقاتل في الملعب، وزي ما احنا شايفين خلاص الجديه في التدريب. الفريق النادي الاهلي ان شاء الله يعني دي عندهم تدريبه، يعتبر التدريبه الاساسيه بكره ان شاء الله الجمعه للقاء مصر المقاصه يوم الاحد، و الاستعدادات على اعلى مستوى خلاص. يمكن الايام اللي فاتت كان في بعض يعني خلال التدريب بعض الجمل الخططيه التكتيكيه الموسيماني اللي هيعتمد عليها ان شاء الله النادي الاهلي في الفتره الجايه. موسيماني كمان بيفكر في افضل تشكيل، يعني خلينا نتكلم ان اكيد مباراه صعبه امام مصر المقاصه، لكن اعتقادي الشخصي خلاص الحاجة الصعبة الصعب الحلو زي ما بيقولوا للمدير الفني ان عنده قاعدة واسعة جدا من اللاعبين المميزين جدا. اكيد بعد انضمام الخماسي المعار، بعد طبعا الصفقات بالنسبة لطاهر وبالنسبة للبنون وبالنسبة للبيكم، مع عودة كمان وليد سليمان وعودة أليو ديانج وعودة بعض اللعيبة يعني اللي كان عندها إصابات زي رامي ربيعة، أعتقد السكواد كبير جدا. وزي ما شايفين في جدية، موسيماني بيتابع كل صغيرة وكبيرة، فإن شاء الله بإذن الله يعني ده تكون بداية قوية أمام مصر المقاصة. وزي ما قلنا إن موسيماني كمان يعني كان بيأكد ويشدد ان خلاص صفحة يعني الانتصارات اتقفلت، ولكن ان شاء الله بإذن الله تكون مستمرة، وعنده سكواد كبير جدا، عنده مجموعة من اللعيبة، وبيبدأ موسم جديد ان شاء الله يوفق فيه بإذن الله، لانه عنده في كل المركز اكيد اكتر من لاعب مميز جدا. يتوقف على
تفكير موسيماني في خطه اللعب يتوقف على العناصر اللي هيعتمد عليها ان شاء الله في اول مباراه مع المقص ان شاء الله. وانت عندك معارين عادوا مره ثانيه للنادي الاهلي وعندك صفقات وعندك روح معنويه كابتن طبعا مرتفعه بتحقيقك للثلاثيه، طبعا مشوار كبير جدا بس افتكر انه اللي جاي يعني الاطول في يعني في تاريخ النادي الاهلي اكيد. يمكن لعيبه الاهلي النهارده هيكونوا عند حسن ظننا كالعاده، واكيد كمان كلنا ثقه في انه اللعيبه يعني يحافظوا على اللقب. ده مهم فده مهم جدا وده بيحطهم في مسؤوليه اكبر، بس هم قدها وجود يعني ان شاء الله متعودين على كده. متعودين على الكلام ده. مبسوطه قوي ان وليد شارك بيشارك في التمرين بكل حماسه، الف سلامه عليه. طبعا عوده وليد سليمان وألي ديانج اعتقد عوده ان شاء الله تكون عوده قويه جدا جدا. طيب نروح لاخبارنا العالميه، وهنبدا اخبارنا العالميه مع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اللي حقق رقم تاريخي. خلينا نتكلم ان ريال مدريد كان امبارح كان في موقف قبل المباراه امام مونشن جلادباخ، كان في موقف صعب جدا. الموقف ان هو كان ممكن جدا يخرج من الشامبيونز ليج، لكن بفوزه على جلادباخ يمكن كمان احتل المرتبه الاولى في مجموعته، يمكن فوز كبير جدا جدا على مستوى الجماعي. نتكلم على مستوى ريال مدريد كاسم ريال مدريد، كان في هزه شويه في الشامبيونز ليج خلال مشواره، لكن بفوزه امبارح مع ضد مانشستر جلادباخ مع تعادل شختر والانتر، ريال مدريد اصبح في المرتبه الاولى، ده على مستوى الفريق ككل. ولكن على مستوى المدير الفني زيدان، زيدان بيواصل سلسله الفوز مع الفريق ووصل لرقم 150، 150 فوز مع زيدان في جميع المسابقات طبعا كمدير فني، ده من اصل 228 مباراه. زيدان بيحقق رقم كبير جدا، وزيدان اكتر مدرب حقق انتصارات في تاريخ ريال مدريد. كل دوت كل يعني الانجاز اللي حققه، مش انجاز يعني الرقم الكبير اللي حققه زين الدين زيدان مع فوز ريال مدريد وتصدروا مجموعه في الشامبيونز ليج. نشوف تقرير يوضح ده ونرجع مع حضراتكم. حقق زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد رقما تاريخيا بعد الفوز على بروسيا مونشنغلاباخ امس الاربعاء، وتغلب ريال مدريد على ضيفه مونشنغلاباخ بهدفين دون رد مساء الأربعاء في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدور أبطال أوروبا. وبحسب الموقع الرسمي لريال مدريد فإن زيدان وصل إلى الفوز رقم 150 في جميع المسابقات كمدير فني لريال مدريد من أصل 228 مباراة خاضها الفريق تحت قيادته حتى الآن. وبات زيدان ثاني أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات في تاريخ ريال مدريد بعد ميغيل مونيوز الذي حقق 357 انتصاراً، بينما يأتي في المركز الثالث فيسنتي ديل بوسكي ب 133 انتصار، ورابعاً جوزيه مورينيو ب 128 انتصار، وفي المركز الخامس ليو بنهاكر ب 121 انتصاراً. وجاءت انتصارات زيدان موزعة على النحو التالي: 105 في الليغا، 28 في دوري أبطال أوروبا، 8 في كأس الملك، 4 في كأس العالم للأندية، 3 في كأس السوبر الإسباني، و2 في كأس السوبر الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك فقد سجل ريال مدريد تحت قيادته 536 هدفا. وحقق زيدان العديد من البطولات مع ريال مدريد، حيث توج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، الليغا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين. طب خلونا نروح من أرقام زيدان للأفضل في دوري أبطال أوروبا النهاردة. النهاردة بيتم الإعلان عن أفضل 11 لاعب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. يمكن غاب عن التشكيلة ديت محمد صلاح، ومش بس محمد صلاح، يمكن ما فيش ولا لاعب، وانت كنا لسه بنتكلم، فيش ولا لاعب من ليفربول أصلا اتحط في هذا التشكيل صحيح الأفضل. صحيح محمد صلاح يمكن غاب عن التشكيلة، لكن هيجي لنا خبر يمكن يسعد كل المصريين. لكن نحب نعرف حضراتكم على التشكيل الأفضل في الشامبيونز ليج. كان في حراسة المرمى بوفون طبعا، خط الدفاع أكيد لاعب المان سيتي، بوبوف لاعب دينامو كييف، وسولي نجم
البايرن، هيرمسو ده اتلتيكو مدريد، انخيلو لاعب لايبزيج. خط النص كان فيه فورمير ده كلاب بروج، كاراسكو نجم اتلتيكو مدريد. في خط الهجوم كان موجود امبابي طبعا باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو طبعا اليوفنتوس، وبجانب نيمار او جونيور نيمار زي ما بيقول ده باريس سان جيرمان. دول الافضل 11 في الاسبوع الاخير او في الجوله السادسه من التشامبيونز ليج. لكن غياب صلاح ما اعتقدش يعني كان زعل ناس كتير، لان في خبر جيد جدا ان صلاح كمان بيحقق ارقام قياسيه على مستوى البريمير ليج، كل يوم صلاح بيحقق رقم جديد. كمان صلاح كان في عنده تصريحات ذكيه جدا جدا النهارده نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، لما سالوه عن كونه اصبح الهداف التاريخي للريدز في الشامبيونز ليج. عارفين ان جيرارد طبعا نجم ليفربول كان هو متصدر هذا الرقم، لكن صلاح بهدفه كمان، هدفه في الجوله الماضيه من الشامبيونز ليج هو كمان، خلي بالكم ده اسرع هدف لليفربول في الشامبيونز ليج، 55 ثانية، ده رقم قياسي كمان صلاح بيحققه. طبعا أكتر أهداف أحرزها مع ليفربول في الشامبيونز ليج، وقال إن الهدف هدف مهم على المستوى الجماعي أكتر منه المستوى الشخصي. ومن خلال كمان يعني استضافوا يعني يوجن كلوب، قال لهم صلاح ما بيفكرش في كسر الارقام الشخصيه، هو كل بيفكر فيه ازاي يحقق نتائج للفريق. وده اللي اكده صلاح، ان عنده الاهم انه الهدف يكون هدف مؤثر للفريق، يتوج ببطوله، يتوج بشيء مهم، لكن الارقام القياسيه هي بتيجي لوحدها وما بيفكرش فيها اصلا. كل الارقام القياسيه اللي بيحققها صلاح ما بيكونش بيفكر فيها على المستوى الشخصي، لكن على المستوى الجماعي. تعالوا نشوف تقرير عن محمد صلاح صاحب أسرع هدف في تاريخ ليفربول. مع كل طلعة شمس يوم جديد، يوقع نجم مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بلمساته في موسوعة التاريخ الإنجليزي والأوروبي. فلم يعد الفرعون المصري يكتب إنجازاته في البريمير ليج، بل انطلق ليضع قدما أخرى في دور الأبطال، ثاني أهم بطولة على مستوى العالم بعد المونديال. حكاية مو الولد الذهبي للريدز لا تنتهي ولا تزال مستمرة بنجاح ساحق على مسرح التاريخ الكروي الإنجليزي. وجاءت مواجهة الأحمر مع ميتلاند الدنماركي أمس ليكون على موعد مع مفاجأة من العيار الثقيل، فقد ضرب عصفورين بهدف واحد بعد أن أصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا، والذي جاء بعد 55 ثانية فقط، كما تفوق على القائد التاريخي ستيفن جيرارد واحتل مكانه أوروبيا برصيد 22 هدفا سجلها في 37 مباراة فقط. 55 ثانية فقط فتحت أبواب المجد والتاريخ أمام الفرعون محمد صلاح، فقد سجل هدف التقدم لليفربول لينفرد بصدارة هدافي الريدز في دور الأبطال على مدار التاريخ ولحين إشعار آخر. وعلى الرغم من أن هذا الهدف وضع صلاح في المقدمة، إلا أن نجم ليفربول وصاحب الإنجاز السابق ستيفن جيرارد علق على ذلك بجملة تحمل الكثير من الدعم والتشجيع لنجم مصر، بعبارة كتبها على حساب ليفربول على موقع إنستغرام قائلا: أحب ذلك مو. وحرص حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على إبراز إنجاز صلاح بتسجيله أسرع هدف لفريقه ليفربول في دوري الأبطال، وأشاد بما حققه مع ليفربول حتى الآن. كان أول هدف لصلاح ضد إشبيلية على ملعب أنفيلد في الجولة الأولى لدور المجموعات لموسم 2017-2018، وهو هدف سجل في أول مباراة لنجم مصر مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا. وكان أفضل موسم تهديفي لصلاح في أوروبا هو موسم 2017-2018، فقد سجل 10 أهداف خلال 13 مباراة، هذا بالإضافة لصناعة 5 أهداف آخرين. وشهد هذا الموسم تسجيله ثنائية خلال مبارتي ماريبور السلوفيني في دور المجموعات، والثاني أمام روما في ذهاب نصف النهائي، وهو شيء لم يفعله صلاح مرة أخرى. وفي موسم 2018-2019 سجل صلاح 5 أهداف فقط خلال 12 مباراة مع صناعة هدفين،
منهم هدف ليفربول الأول ضد توتنهام في نهائي البطولة والذي انتهى بهدفين دون رد، وسجل ثنائية بمرمى ريد ستار الصربي في دور المجموعات لهذا الموسم. أما موسم 2019-2020 فكان أقل موسم تهديفي لصلاح، فقد أحرز 4 أهداف خلال 8 مباريات مع صناعة هدفين فقط قبل الخروج من دور 16 ضد أتلتيكو مدريد، وهو الموسم الوحيد الذي لم يلعب فيه صلاح نهائي البطولة مع ليفربول. واكتفى صلاح بثنائية ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي خلال دور المجموعات لهذا الموسم، وفي الموسم الحالي سجل 3 أهداف فقط خلال 6 مباريات مع صناعة هدف حتى الآن. يعني يمكن محمد صلاح دائما ما يحقق الأرقام القياسية، ومش هو بس الحقيقة والنادي الأهلي كمان، والنهاردة يمكن الاثنين بيدخلوا في الاستفتاء الأفضل في القرن 21 طبعا من خلال مجلس دبي الرياضي وجلوب سوكر طبعا. فنهاردة يعني احنا بنهني محمد صلاح وبنهني النادي الأهلي انهم محمد بيزاحم الأسماء الكبيرة، والنادي الاهلي بيزاحم الانديه الكبيره بايرن برشلونه خلاص بقى جزء. عايز اقول كمان عايز اقول ان كمان صلاح الناس الرقم دوت وصل ليه محمد صلاح 22 هدف في 39 مباراه في الشامبيونز ليج، بالرغم ان جيرارد احرز 21 هدف في 73 مباراه في الشامبيونز ليج، فشايفين فارق حتى المباريات كبير جدا، وبالتالي فرصه صلاح ان شاء الله باذن الله انه يستمر على هذا الاداء وهذا التسجيل ان شاء الله باذن الله، بنتمنى له كل التوفيق. نروح للمهاجم الأرجواني كافاني النهارده بيكشف سر رفضه لعروض من يوفنتوس وانتر ميلان تحديدا واختياره لمانشستر يونايتد. هو قال انه بيحب نابولي للاعب له في الدوري الايطالي ومش هيلعب لاي فريق تاني في ايطاليا، وده يمكن سبب رفضه للعرضين دول. كافاني يمكن بيلعب النهارده مع نابولي حتى يعني من لعب لحد 2013، سجل 104 هدف في 138 مباراة خدهم مع الفريق، وانضم في أكتوبر اللي فات لصفوف مانشستر يونايتد في طبعا صفقة انتقال حر بعد ما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان مع نهاية طبعا الموسم اللي فات. صحيح. الكلام ده كان الموسم الماضي. فقرتنا خلصت الأولى، مش هتقول لا خلاص يعني فقراتنا وأخبارنا يعني خلصت، ويعني إن شاء الله يعني زي ما بقول لكم تتواصل إن شاء الله فقراتنا في البيت الكبير. أول فقرة إن شاء الله هتكون مع طبعا الناقد الكبير عصام شلتوت، لكن بعد هذا الفصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية، أول فقراتنا الحوارية في البيت الكبير مع الناقد الكبير الأستاذ عصام شلتوت المستشار الفني لموقع القاهرة 24. الفني ده يا عم في الكورة، المستشار الفني والمستشار التحرير وكل حاجة. أستاذ عصام أنت على علم بكل الأمور يعني، ربنا يخلي حضرتك كابتن هاني. منورنا دايما، جزء من الشغلانة من مستشار التحرير يعني في كل المواقع يعني. لا منورنا ومشرفنا أستاذ عصام. ربنا يخليك كابتن هاني، أنت اللي منور وجمهور النادي الأهلي وفرحته وفرحة الشوارع الحمراء بالثلاثية المهيئة لأنها تبقى خماسية حاجة كبيرة وحاجة عظيمة. أهم شيء بيميزها، أنا آسف يعني أن دخلت، لا طبعا طبعا طبعا، لأن فعلا ده كان ملح عليا طول الطريق، أنها جزء كمان من برنامج انتخابي عمله مجلس إدارة بيقوده الأسطورة كابتن محمود الخطيب، اللي دايما هو نفسه بيقول أن الأسطورة هي النادي الأهلي، والحقيقة جزء كبير جدا قبل ما تنتهي مدة المجلس يسير على قدم وساق نحو تحقيق ما يسمى ببرنامج مجلس الإدارة عائلة الأهلي. ده صحيح على مستوى البطولات، على مستوى الصفقات، على مستوى إنشائي. ده مهم جدا، وما شاء الله يعني رغم كل التحديات الصعبة اللي مر بها مجلس إدارة النادي الأهلي ولعبته الفترة اللي فاتت، لكن بنحقق إنجاز كبير جدا. موسم 15 شهر بنحقق ثلاثية رائعة، وإن شاء الله نحقق كمان السوبر الافريقي اللي انا عندي مشكله مع السوبر الافريقي وهتكلم وهناقش حضرتك فيه، وكمان لسه عندنا السوبر المحلي. بالنسبه للمونديال الانديه وكاس العالم الانديه طبعا اكيد السوبر لازم كمان يبقى فيه سوبر ناس الحقيقه، يعني لاننا في قناه النادي الاهلي فلازم اقول ده. يعني يصعب ان حد يقول انه مجالس ادارات متعاقبه في ظل المقارنه بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، فلما تحب تقول كلام كويس قول، لكن قول كلام منطقي. ما تقولش نجح مجلس إدارة النادي الأهلي في حصد بطولات كرة قدم
بينما أخفق في الإنشاء، نجح نادي الزمالك في الإنشاء بينما أخفق في بطولات الكرة. يعني حد بس يعني يفتح زاوية الكاميرا ويقول يعني أنه من أول البوابات إلى فروع جديدة إلى مشروع استاد الأهلي الحلم اللي بيتحط له تفاصيل كتيرة جدا، فيقول يعني لم يقدم ما هو إنشائي. يعني الحقيقة هو حد طلع قال على مستوى امبارح الحقيقة ووقفته قدامه جامد جدا، لكن لأنه وانت في العام ما تقدرش يعني تكون يعني مرتدي زيك الأحمر، لكن في قناة النادي الأهلي أو حين يكون الحوار يعني بمنطقية أنك تتحدث عن النادي الأهلي في قناته، لا الحقيقة يعني أنا برد التساؤل، معقولة؟ هل يا كاتب هذه السطور أنت شايف أن هناك ما لم يقدم على مستوى ملف الإنشاءات؟ مش محتاجه اجابه الحقيقه. اصل كمان لو جينا ده ملموس بالعين، انت ما بتعملش حاجه مجرده وبتعمل حاجه مستخبيه او جايب صفقه ومخبيها او صفقه ما اعلنتش او بالظبط. يعني النادي الاهلي بيعمل انشاءات كبيره جدا، كابتن محمود الخطيب بنفسه ومجلس ادارته بيروح يفتتح هذه الانشاءات، الفرع الرابع في التجمع الخامس شفنا ازاي البنيه الاساسيه بتتم، يعني كلها اشياء ملموسه. تطوير يعني. الشيخ زايد بقول لحضرتك يعني من اول يعني دخلونا انا وحضرتك نراجع نفسنا يعني من اول البوابات وتحديثها عشان يبقى نفس النموذج ونفس الموديل يعني. لكن انت اللي فكرتني لما قلت رغم الضغوط، يعني لا ضغوط كثيره جدا، ضغوط في غايه العنف غير المبرر، ومع ذلك تجاوزها مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بحنكة يعني الأسطورة محمود الخطيب. صحيح صحيح صحيح، دي ميزة النادي الأهلي يا أستاذ عصام. لكن خلينا نتكلم إن كل جماهير النادي الأهلي بتسأل السوبر الأفريقي إمتى. في وقت من الأوقات كان طبعا أنت عارف الكاف كان عامل عقد مع قطر لمدة 3 سنوات استضافة السوبر الأفريقي في قطر، ولكن من يمكن أسابيع أو من أقل من شهر كان خلاص المباراة قالوا المباراة ستقام في مصر. بعد كده كان المباراة المفروض هتقام يوم 10 ديسمبر. بعد كده كان في اعتراضات من نهضة البركان ان احنا مش هنلعب المباراة السوبر في مصر، ثم توالت مش هقول لك التصريحات الرسمية، لكن بعض الاقاويل داخل الكاف المباراة لا هتكون في مصر يوم 18 ومش بشكل رسمي. لكن اخيرا يعني وصل لدرجة ان خلاص رسميا دلوقتي حتى الكاف بعت رسميا ان هو سيتم بالاتفاق مع دولة قطر ان هو مش قادره تستقبل هذه المباراه خلال الاسابيع القادمه، سيتم تاجيل المباراه الى النصف الاول من 2021، يعني تقريبا من ديسمبر لغايه يونيو اللي جاي هيكون في مباراه السوبر في قطر، مش في قطر في مصر. برضو هذه المعلومه لم تحدد لغايه دلوقتي. حتى الان صدر بعد قعده النهارده او اجتماع النهارده هو تحديد الموعد، لكن الحقيقه في شقين. حين تم يعني توجيه بخروج السيد أحمد على خلفية حكم من الفيفا، اللي جه مكانه السيد عماري قال أنه يجب أن نعود لما كان عليه انضباط الكاف، ألا وهو أن يكون طبقا للقواعد واللائحة عندك شروط المسابقة بتقول بطل الأندية أبطال الدوري يستحق أن يلعب السوبر في ملعبه، وبالتالي وأنت تناقش أوراق تحدثوا عن شركات وفساد وكذا، إذن لماذا لا يكون هذا العقد مع الاتحاد القطري؟ لا أتحدث لا عن دولة ولا عن شعب، صحيح. عن الاتحاد القطري لكرة القدم. لماذا لا يكون هذا العقد أيضا هو عقد يمكن مراجعته؟ ليه لا؟ يعني أنت مش بتدور في كل الورق اللي لقيته في المكاتب، إيه بقى اللي حصل؟ يبدو أن السيد يعني عماري راح لفكرة صحيحة وحقيقية، لكن نزولا على برضو التعاقدات وأنه لا زال هناك موسم فاصل في عقد الاتحاد القطري مع الكاف، أكيد رجعوا تاني وقالوا له لا يجوز، مع ضغوط مغربية لصالح فريقها وبالونات اختبار. وعظمت جدا يعني موقف النادي الأهلي وموقف كابتن محمود الخطيب أنه لم يخرج حتى ساعة حضوري قدام حضرتك بأي رد، هنلعب مش هنلعب، السوبر لازم يتلعب باللايحة ولا بالعقد، لأنه في الآخر الكلام كله بالونات اختبار من وجهة نظري. إنما النادي الأهلي وبقول لجمهوره أوصل رسالة واضحة جدا شفاهة لمن يهمه الأمر، وبينهم يعني أصدقاء مشتركين قبل مضمون الرسالة. إيه يا مضمون الرسالة؟ الأهلي
لن المجلس الأهلي المجلس لن يفرط في أي ما يكون حق أصيل للأهلي الشعار، للأهلي النادي، للأهلي المؤسسة. وبالتالي صارت الأمور، وأنا بأكد لحضرتك أن هذه الرسالة الشفهية شبه الرسمية جدا جدا ما عدا الأوراق هي اللي خلت الدربكة اللي احنا شايفينها في نص الكلام، انه في ميعاد لكن بنتواصل مع الاتحاد القطري. يعني لو حضرتك كمان تقرا لنا بالظبط نص ال 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 الكاف بالظبط بيقول عندي نظرا لصعوبة التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري، وكانه اتفاق جديد يعني، حول تنظيم بطولة كأس السوبر موسم 2019-2020 بين الأهلي مصر ونهضة بركان المغرب، قررت اللجنة التنفيذية إقامة توتال كاف اللي هو اسم كأس البطولة والراعي بتاعه في النصف الأول من عام 2021. يعني مبدئيا حتى ظهر الغد مفيش يناير، بس في اللي حضرتك قلته من يناير إلى يونيو، واظن السنه ما فيهاش الا نصين ست شهور كله. صحيح، هو مش واضح كمان في البيان دوت فين المباراه يعني لغايه دلوقتي بالزبط. مش واضح من خلاله. تحت ضغوط الرعايه والمال، وهو جزء هام بل ومفصلي جدا في اداره الكره، لكن كمان لابد من شريكك ان يحرص على الجزء الفني للانديه المتباريه للكره الافريقيه وعلامتها هيكون بطل ابطال الدوري وبطل الكونفدرالية نهضة بركان. صحيح. وبالتالي لا يمكن أبدا الخضوع من وجهة نظري الكاف بقى لهذه الطريقة في التفاوض، اللي هي طريقة لما نشوف احنا أجندتنا فاضية امتى، ما هي دي كمان هنتفق فاضي امتى كمان على الملعب. ما هو ده مهم جدا، واضح جدا لنهضة بركان انه هو من الواضح انه مش عايز يلعب المباراة في مصر، في ضغوط من الاتحاد من المغرب وأعضاء يمكن الاتحادات او الاتحاد المغربي في الكاف، لكن كل البيان بيبين ان المباراه ستؤجل للنصف الاول من السنه اللي جايه ان شاء الله، ولكن هم بقى بيحاولوا بقدر الامكان هنشوف هنلعب المباراه فين. وده في رايي الشخصي تخبط اداري بشكل واضح جدا يا استاذ طبعا أصلاً. طبعا، وزي ما قلت لحضرتك هناك عصبه مصالح كانت في بعض الاتفاقات مع السيد احمد وعصبه مصالح تبني مصالح جديده، فنحن حتى الان لا ندري من سيترشح ل يعني رئاسة الكاف في دورته القادمة في مارس، هل هو السيد العماري، هل أحمد بن يحيى قصدي. العملية الانتخابية ليها دخل في هذه مثل هذه القرارات طبعا بصدر. طبعا كم معك من الأصوات، ما هو المكتب التنفيذي، وأنا قلت مع حضرتك عشان الناس ساعات حتى لما بتيجي تتكلم عن ممثل مصر أو يعني العربي المصري أنا بريدة أو المغربي العربي الافريقي فوزي لقشع بيقولوا انه بيمثل بلده ده او ده، لا هو يمثل زون افريقي مزبوط. منطقه افريقيه. كم في قبضه يدك من اصوات في هذا الزون، وستعطي لي من في الرئاسه، وبالتالي دي مصدر قوتك. عشان كده انا ما اعرفش ازاي اتحادنا او لجنتنا ما بتخشش المساحه دي، المساحه دي لازم تتدخل، لازم ترمي كروت اوراق اللعبه في ايد كل الاتحادات عشان عندها صوت، فما بالك لما يكون حد من بلدك موجود أكيد. وهو يمثل زون مع كتلة أصوات يضيف لها صوت بلده وتحركات من هذا القبيل في العملية الانتخابية، كيف لا تفاوض؟ يعني حتى الآن أنا يعني مش شايف أي منطق في عدم التدخل. صحيح هو مش طرف الاتحاد كتدخل رسمي، لكن لازم أعرف مثلا زي في شغلتنا كنا نخلص شغل ونيجي نقعد معاك، ولو ما بتلعبوش لما بقيتوا مدربين ده جزء من شغلك لازم أمر عليك طبعا. فإزاي هم ما فيش جسور لعلاقات وتودد وراحة وذهب وجاء وهكذا؟ وبالتالي نحن نفقد يعني قوتنا الناعمة. الدولة تسعى لها في كل مناحي الحياة، الدولة تقيم مهرجانات، تنظم الكان 2019 كحل عبقري بديل لمن لم يستطع التنظيم، ثم نذهب ونضع كل الإمكانيات ونستثمر في ما هو رؤية مصرية للاحتراف وضرب الفساد والاحتكار، وكله نجحنا فيه. يجوا بقى أهل المحتوى اللي هي الحاجة الوحيدة اللي الدولة أو الحكومة المصرية ما تقدرش تدخل فيها، يبقوا هم برا اللعبة خالص، مستحيل يعني. عشان كده أأمل إن هم يتحدثوا نيابة عن ممثل الكرة المصرية الأهلي، أو لو كان أي يعني الممثل الحالي بالظبط. طب الراجل ده أنتوا واخدينه على فين؟ طب الترتيبات اللي عندكم إيه؟
وبالتالي لازم تكون انفولف في الموضوع نفسه، لازم تكون عن شراكه، مش شراكه في اتخاذ القرار لكن موجود على الترابيزه، عارف الامور رايحه فين، تقدر تقول صوتك بشكل مباشر. اكيد دي بكل تاثير. انا عايز اسمع، انا عايز اعرف الانديه من مصر شانها ايه بالظبط. انا لابد ان اكون جزء من الحوار، صحيح انا مش جزء من القرار لكن لازم اكون جزء من الحوار. حتى الان مفيش اي يعني حاجه، يعني هو اي ربط، لو ربطنا العمليه الانتخابيه في الاتحاد الافريقي اللي هتقام في مارس 12 مارس ان شاء الله بميعاد البطوله، تفتكر يبقى ستؤجل اعلان هذه المباراه او اعلان ميعاد هذه المباراه لما بعد الانتخابات ووجود رئيس للكاف؟ وارد جدا. ليه؟ حتى لا يلعب الاهلي يعني في فور تالقه يعني مع نهضة بركان اللي هو مش مصنف هناك يعني من أبطال الدوري وكذا، مش 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 على الأقل ما هوش طرف الديربي على مستوى الكونفدرالية، كان يعني مش 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 طرف الديربي المغربي يعني. وبالتالي لا، طب وانت ايه تكسر بخاطره ليه؟ فتزيد يعني عظام الكرة المصرية قوة، وبالتالي ما تسيبه لما يجي رئيس جديد ويبقوا الاثنين يتصرفوا مع بعض كنتائج ككره، فلا تخرج المغرب مكسوره الخاطر بدون القاب. هم مش مكتفين بالكونفدراليه، لا هم شغالين على انهم يبقى ليهم حصص في البطولات وحصص داخل الكاف، واحنا كمصريين اللي بنعمل ده. وتاني بقول لك، الحكومه المصريه تعامل الكاف كالهيئات الدبلوماسيه في واقع غير مسبوقه، وانت ممن عاشوا في الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي بمقره لا يعامل معامله الهيئات الدبلوماسيه، لكن صحيح. الاتحاد الافريقي في مصر بقرار رئاسي ثم بحثه لتقنينه، لانه ما فيش حاجه هنا بتتعمل كده وخلاص، على الاقل من اول عنواننا مصر الجديده في 2013 بات هو وجامعه الدول، هو وفروع يعني كل المنظمات العالميه يساوي كمان جامعه الدول طبعا. واحد بعد اللي بقدمه ده، انا لا اطلب يعني لا رد جميل ولا مقابل، لكن اطلب ان اكون كعاده مصر اللي انشات وكذا، اكون موجود في الحوار ده. ده بقى شغل الحقيقه اهل المحتوى، لا ينفع يبقى شغل الحكومه ولا ينفع يبقى شغل الانديه. لكن للدفاع عن حقوق النادي الاهلي تصدى مجلس إدارة النادي الأهلي برسالة صوتية زي بالونات الاختبار إن احنا سندرس. الأهلي لن يوقع على بياضة كابتن هاني، لا طبيعي، الأهلي هيدرس. أكيد هلعب. طب هلعب إمتى؟ طب لو عايز تنفذ العقد أنا موافقك، طب هتقول لي عشان جزء من الدخل أنا موافقك، لكن إمتى وإزاي؟ لازم أبقى شريك عشان عندي بطولة دوري، عندي وأنا البطل وأنافس، عندي كأس مصر وأنا البطل سأدافع عن اللقب، عندي كأس العالم للأندية. ما تحطليش اي لبخه كده، انا عايز علاج حقيقي. زمان كان مفيش ادويه وكيميكالز وكذا، فكانت الناس تسخن بصله تحطها على الورم. الان نحن في حاجه لعلاج حقيقي، مش اي لبخه زي ما بيقولوا اهالينا بالمعنى الدارج يعني. صحيح صحيح. ويمكن برضه عشان السوشيال ميديا والجماهير، احنا النادي الاهلي لغايه دلوقتي ما فيش قرار رسمي خالص. يعني كل اللي حضرتك بتقوله ده هو مجرد في كلام يتقال، كلام شفوي، لكن متعودين النادي الاهلي لما بيكون في قرار رسمي، المتحدث الرسمي للنادي الاهلي بيطلع وبيقول قرر مجلس اداره النادي الاهلي 1 2 3 4. فلغايه ما يدرس ال 1 2 3 4 اللي هيقوله اصلا يعني برضه، ورغم انه ده برضه يعد نظام رائع اللي هو فكرة حين يأتي قرار وانت كنت مستني يعني 3-4 قرارات موافق عليهم، حتى ده مش هيخلي النادي الأهلي أول ما تصلوا الإفادة الرسمية يخرج للرد فورا، لا سيدرس نسخة نسخة، سطر سطر، كلمة كلمة، حارة حارة، شارع شارع. ليه؟ عشان يعرف هو رايح فين بالمنظومة اللي بيعملها، وما يعلمه أنه التطوير دائم ومستمر في قطاع كرة القدم، وبالتالي يبقى محتاج أوقات كبيرة لمعسكرات وأوقات كبيرة لكذا. النهاردة حد من زملائنا المغاربة يعني وهو يحمل صفة صحفية في الاتحاد الأفريقي قال يا عمي ما هم يحاولوا يسندوا الأهلي، إنه لو هتلعب في الدوحة هتتلعب قبل شوية كده من كأس العالم للأندية فيستفيد الأهلي بمعسكر. قلت له أنت مش بتكلم موسيماني يا صديقي، أنت بتكلم شلتوت صاحبك، الكلام ده محتاج قرار فني يعني. طبعا. وبالتالي شوف الحبكات بتيجي ازاي. فهو طبعا لا يقصد تمرير يعني شائعه او حتى بالون اختبار، ده احنا على سبيل الحكي. شوف هم بيحسبوها ازاي، انه ده اللي ممكن تسمعه لو طلع قرار بالدوحه ان فيها افاده للنادي الاهلي، ممكن قرار الدوحه دلوقتي عبر السوشيال يعني. ويمكن هو الرفض، يمكن من الواضح ان الاتحاد الافريقي اتكلم مع الاتحاد القطري، لكن كان في
اعتذار او رفض لاقامه المباراه خلال الاسابيع اللي جايه او الايام اللي جايه. هو واضح يعني هو طبعا حابب الماتش يبقى عنده بس زي التوقيت زي ما دفع يعني الكثير اللي عشان يعمل بطولة كأس العرب. ولو انت فاكر زمان كانت بتلعب حبية لانه دي بطولة عرقية فهي تعتمد علشان بس دخل. بص ازاي بقى للفيفا انها هتكون يعني تجربة لمونديال 2022. صحيح. وبالتالي لا هم بيصنعوا ما يفيدهم فعايزين يعرفوا انهي ملعب انهي توقيت عشان يجربوا التكييف والأرضية وكذا. نحن ايضا سنبحث عن مصلحة لكن في النادي الأهلي بتبقى مصلحة مشتركة. ليه؟ عشان النادي الأهلي نادي كبير مش هيدور على يعني قسمة العدل هيتبعها 50-50 لا هيدور على 60 ولا هيسيب حد يديله 40% من حقه. ده هو عايز 50-50 ده حقيقي. وده اللي بيخليه غالبا ما ينتصر في كل المعارك والمعارك التي لا ينتصر فيها الأهلي يظل صامد. ودي ميزة نوعية في النادي الأهلي لا يمكن أبدا أنك تقول أنه انكسر أمام حد. على الأقل يظل صامد إلى حين عودة الحقوق لأن أنت بتقدرش تروح ولا تيجي معاه لأن هو مش طالب غير الخمسين بتوعه. لو افترضنا أن كل شيء 100 نقطة هو لا يطلب إلا 50 ونا أنت الخمسين بتوعك الأول كمان لكن مش هتزحزح عنك. وعلى المستوى الفني أنا بأكد لك النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بطل السوبر الأفريقي. تلعب بقى في مصر تلعب في قطر تلعب في المريخ. أنا يعني على النواحي الفنية والنواحي الإرادية لعبتنا بعد ما شفت الثلاثية التاريخية إن شاء الله يعني أيا كانت المباراة فين وإمتى بإذن الله النادي الأهلي هو صاحب هذه البطولة إن شاء الله. ولاحظ أنه دايما اتعودنا كده الأهلي ومنتخب مصر في فترات يعني بتبقى ده نظر التفاؤل او نظر الانتصار. اما تلاقي حد الان مننا كده تعرف انه متكهرب يعني تعرف ان نذير خير ان شاء الله. ان شاء الله والاهلي بخير يبقى منتخب مصر بخير. صحيح. دي على مر التاريخ يعني عشان كده بقول لك الاثنين مع بعض بالظبط يعني. نروح لبطولتنا او بطوله الدوري اللي ان شاء الله هتبدا من بكره. رؤيتك ليها ازاي بعد اللائحه اللي طلعها النهارده الاتحاد او اللجنه الخماسيه المسؤوله عن اداره الكره في مصر؟ رؤيتك الفنيه بالنسبه للدوري بدايته ان شاء الله بكره والنادي الاهلي يوم الاحد باذن الله مع المقصه. الشكل العام ورؤيتك وتوقعاتك للدوري الفتره اللي جايه عامله ازاي؟ اغلب يعني او كتير من الاوراق مش اغلب لانه لا يصل للاغلبيه من الاوراق مرتبه يعني فكره كام اسبوع وكذا مرتبه. طبعا يعني تحيه خاصه كالعاده يعني للامن المصري بمسانده قوات المسلحه انه بيحل ازمات الملاعب وعشان كده ماتش الزمالك هينتقل من ملعب المقاولين العرب لملعب استاد الكليه الحربيه. مزيد من التامين مزيد من الضمانات ومن ثم يبقى بقى فين اللائحه يا كابتن هاني؟ لا توجد لائحه. لجنه المسابقات قالت لائحه بينما مش منوط بيها ان هي اللي تحاسب يعني العقوبات من لجنه الانضباط. تاني العقوبات من لجنه الانضباط. ايوه يعني واللجنه هو مش اللجنه الثلاثيه او لو كانت لا زالت خماسيه قالت ده وجددت لكل اللجان ولجنه المسابقات بيقودها الان صديقنا مازن مرزوق لكن ما قالولناش مين معاه. هل هي فرديه وليكن الى ان ياتي بتيم عمل يجوز لكن هو اصدر عقوبات في الشكل معظمه في اللي هي فكره العقوبات يعني 16 ماتش و17 ماتش وكذا. اولا السؤال عن التنفيذ لكن قبله يعني صحيح التنفيذ لابد انه التنفيذ يدخل عليه المشروع الدولي اللي دايما انا وحضرتك بنتكلم فيه انك تاخد بالفيديو ما تستناش التقرير الراجل يقول لك اصل انا دخلت جوه وما شفتش بينما التلفزيون جايبها فول شاشه وكذا بقى يعني اعمل النسخه الخواجاتي منها اللي مصر تستحقها. لكن الاجدى بقى اولا فين الذي سيصدر العقوبة وهو لجنة الانضباط. لجنة المسابقات لا تعاقب أحد مش من حقها ولا دورها. طب انت حطيت دي هتديها لمين؟ طب اللائحة راحت للأندية ولا تبقى سرية زي الموسم اللي فات؟ يا أخي الحاج عامر حسين الحقيقة برضو كنا بنعرف نتناقش معاه لكن الموسم اللي فات قالوا لنا كلام ما لقيناش حد طول الوقت. من كان يقود اللجنه وهو شاب ولديه يعني مشروعيه انه احنا اللي نامل فيه مش هو يامل انه راجل محترم وشاطر في قادم يعني الايام والاحوال لكن برضه
كانت الحكاية فردية، وكنا في الأغلب العام ما بنلاقيهوش، واختلط الحابل بالنابل، وصدرت عقوبات يعني برضو شفاهة ثم لا تظهر، ثم أبو أربع ماتشات تلاقيهم اثنين، وأبو ثمانية يبقوا ستة بالخواطر. بالزبط. الآن مع السيد مازن مرزوق، يا إما يعتمد بقى اتحاد الكرة أو اللجنة اللي بتدير اتحاد الكرة أن هناك نظام جديد هتكون لجنة المسابقات فيه هي صاحبة العقوبات، أو يقولوا لنا مين اللي هينفذ. حضرتك عندك بجد يعني عندك لا فكرة؟ يعني مين اللي هينفذ مش مطروح دلوقتي، وما تعرضش مين اللي يعني. طب اللائحة يعني اللي يصدرها اللجنة اللي هتقوم بالمعاقبة مش لجنة بالزبط. المسابقات. طب هل الأندية وقعت اللائحة؟ كل الأندية أشك، كل الأندية استلمت اللائحة ووقعت إنها استلمت نسخة طبق الأصل أشك. الأخطر والأهم من الذي سينفذ العقوبة. سينفذ العقوبة وهيقولها لجنة المسابقات مش من حقها تقول عقوبة، قد تستطيع رفع ما يسمى بمذكرة أو معرفش بيسموها إيه في عرف كرة القدم، لكن هناك لجنة انضباط كانت صاحبة كل العقوبات يعني حتى اللائحة كمان أقصد، وبالتالي هي من تجتمع على بقيادة طبعا المستشار سيد المنداري. طبيعي اللي هينفذ العقوبه هو اللي يحطها، لان هو اللي حاطط البنود نفسها، فانا عارف انا بحط ايه عشان اعاقب بايه. اتمنى ان شاء الله يعني في الفقره لو حد اجاب على الزملاء او في فقرات تاليه تناقشوا ده، لان ساعات ويبدا الموسم الجديد. صحيح يعني صحيح. اهم البنود اللي في موسم رائع يعني. اهم البنود اللي لفتت نظرك من لائحه العقوبات، شفت حاجه جديده؟ شفت بند كنت تتمنى انه العقوبه تزيد تقل؟ عندك بند ممكن من خلال رؤيتك لكل الدوريات اللي اقيمت في مصر السنوات اللي فاتت بند ناقص ممكن يتحط؟ انا اتمنى تطبيق فكره مين اللي قاعدين تحت، والاهم مين اللي قاعدين تحت. كم واحد ومعاهم اي دي كارت، ولا يمكن حتى لو انت هاني رمزي اهو عشان ما اقولش على حد مش قدامي انك تبقى موجود من غير اي دي كارت. ولا ده من الحكايات الكثير عن اساطير طالما شغله في الملعب والله لا يغادره الاي دي كارت. طب اقول لك ممكن مساعد ليه يجي يعدلها له يعني لو طايره لورا. تخيل العقوبات ما اعرفش ليه فيها لمسه، يعني يقول لك ايه وهم بيحطوا العقوبه قال مش هخلي حكم بعد كده حد يغلط فيه. يا عم انا عايز النسخه الاصليه. انا عايز اتناقش معاك يا استاذ عصام في النقطه ديت. يمكن الاسابيع الاخيره من الدوري اللي فات كان في جمل مطاطه، يعني يقول لك التعدي على حكم. طب يعني بانهي التعدي؟ بلفظ التعدي بيشوح له؟ ما هو ده اللي بقوله يعني. ويبدا الناس يعني طيب لو هو مثلا هو راح خابط سماعه الحكم هو ما لمسوش اهو. العقوبات في كل الدوريات يعني افرض جاب واحد معاه نبله يعني مش نهارك بقى يعني. ما هو في حاجات في كل العالم زي ما حضرتك قلتها، وانا عارف انك بتقولها علشان توصلها للناس، مش حابب ده تقول انه ده اللي في المانيا وده. خلينا صراحه تمام. وبالتالي العقوبات بدءا من اللمس والنظر والكذا والمذا والله منصوص عليها، ما بيخجلش انه يوضحها عشان تبقى عارف حقك عشان يطالبك بواجباتك يا كابتن هاني. ما هو السنه اللي فاتت ده ما حصلش في واقعه كلنا عارفينها. كان في لاعب يستحق طبعا الايقاف لمده من 8 ل 12 ماتش على الاقل فقال لك لا اصل دي تحت بند يعني مش التعدي بالايدي او طب يعني كل الجمل المطاطه ديت وفي واحده ثانيه بسبب المشاكل في واحده ثانيه يقول لك ايه تقديريه اصل تقديريه والعياذ بالله اصل السماعه مش جسمه اصل والعياذ بالله اصل هي برضه بعيده 3 مللي عن ودنه. اصل الراجل يا اخي كان بيشوح، ما هو بشر ما يقصدش ما هو يعني ايه. وبعدين ما هو راح اعتذر له، وهنقعد يعني اجمل مصطلح او وصف انت قلته للمصطلح ده انه مطاطي، والمطاط يعني فعلا مطاط يا اخي هتعمل له ايه؟ هتلمه ازاي؟ وبالتالي الحقيقه يمكن المراجعه. الحقيقه في حاجات طبعا كويسه، هي في مجملها حلوه، بس ليه مدموغه انه حد افتكس لائحه؟ ليه ما بنقولش عشان لو حد اتكلم هذه لائحه الاتحاد الانجليزي؟ ليه لا يعني؟ انا نفسي افهم يعني، بس واحد بس يجبر خاطري ويرد عليا. وما ما نرجعش للنقطة المهمة اللي أنت قلتها، أصل إحنا اللي حصل ده أصل مش مكتوب في تقرير الحكم، وبتبقى في كوارث بتحصل في الملعب ومشاكل بتحصل في الملعب، والكاميرا بتجيب هنا والكاميرا بتجيب هنا، ده مثلا يمكن أثناء المباراة وما بعد المباراة. تخيل إن كمان العقوبات بتوصل إن
يعني ده انت لازم تعاقب كمان الفريق لو جماهيره بره محيط الاستاد، ده في ناس بتتعاقب. عارف ان سلطه الحكم لغايه ما الباص يمشي ده الحكم تمام، لكن حتى لجنه المسابقات بره او لجنه العقوبات او اللي بتدير مثلا ما يمشوش بدري ابدا، بيحصل على الجماهير حتى لما بتروح هناك مثلا محطه المترو وتشتم جماهير، لا ده في فيديوهات من المترو بتنقل دوت للاتحاد الالماني مثلا حصل مجاوزه من كذا 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 وبيحصل عقوبات، فما بالك ان الجزئيه الصغيره اللي داخل الاستاد. انت هنا ممكن تسمع دي ها انه ما كاميرات المترو مش معتمده، وكانك لازم تسمي كاميرات المحطه كاميرات الرصيف. طب كاميرات المترو اللي محطوطه عشان اي واحد يعمل جريمه يتمسك، ضمنها جرائم كره القدم. يعني بص يا كابتن، لازم نرجع لما هو طبيعي ومنطقي، الاشخاص يجتهدوا نقول لهم تعظيم سلام في التطبيق يا كابتن والتنفيذ. صحيح. مش في الابتكار، هي لا تبتكر الحقيقه يعني، ومع ذلك جهد مبذول. لكن طيب احنا نسينا حاجه مهمه، ما هو المدرب بشر طبيعي واللاعب بشر، اديله كتله من الحقوق وواجبات، قول انه بعد هذه اللائحه ومهما كان التجديد موافقين بشرط تكون نسخه من كل العالم، ماشي خليهم يسمعوا كلامنا ويعملوها، يبقى انك تؤكد ان هذا الموسم سيبدا وينتهي مش باعلان زي اللاعب، لكن بانه الناس هتعرف والهيئات الرياضيه هتعرف انه تم معاقبه حكام او مراقبين، هم دول ما بيغلطوش خالص، ده لسه حكم اتوقف الماتش عشان العنصريه الكاميرا جابته، احنا بنغلط غلطه السنين لمجرد انه قال كلمه في الاير بيز للحكم، قال له الفلان اللاعب الفلاني الاسود اللون، ودي اتسمعت ودي اتسمعت واتطبقت، انه هو بيقول له كان باين عارف اللي يقول لك عينيه بتطق شرار وهو بيكلمه، فدي مع دي احنا بنغلط غلطه هنا لازم يلحقوها، عيب مصر كبيره قوي، مصر العظمى دي مصر الكرويه لازم تبقى قدها، احنا بنخلي الكاميرات تضرب في السماء لفوق مع اي حدث. وقفل يا جدع، معقوله انتوا عايزين مصيبه؟ نعم، انت بتقطع الدوكمنت، انت اكنك بتساعد حرامي ها انك تنشر الغسيل فوق محل مجوهرات فاداري الكاميرا. طبعا طبعا، وكانك ساعدته. لا يجوز يا كابتن هاني، البث التلفزيوني لازم يبقى جزء من المنظومه اخذ بيه في العالم من 10 سنين تقريبا ولا اكتر؟ اكتر، لا عشر. اعتقد 10 اللي هو ده بقى بيغلظ العقوبه وبيغير الكارت وكذا قبل الفار والحمد لله. ثالثا وهو الاهم او الثلاثه اهم عشان ما نقولش اولا كان اهم من ثانيا، الفار. حد يكلمنا عن الفار يا كابتن هاني؟ 60 ساعه عملي يصرف لك رخصه الفار، واحد بس اسمه ابو العيله في المساعدين هو اللي معاه، واحد بس اللي معاه الرخصه اللي نتاج 60 ساعه تدريب. الباقيين قالوا هنديك تصريح كده زي عربيتك اما ما تجيش البيانات ولا حاجه، اول ما رجعت من المانيا. ودي نقطه مهمه جدا كان حصل عليها مشاكل كتير السنه اللي فاتت، وقالوا ان البروتوكول والحكام هتاخد تدريب، ويقولوا لنا حاجه كمان مهمه، ما وصل منقوص واضح، واعترفوا وقلنا لهم متشكرين ليكوا، وقالوا سنبحث وقلنا لهم ها يعني رائع. الان علينا تحديث البنيه بتاعت الفار، يجب استكمال عدد الكاميرات وعدد الكرفان او العربيه نفسها، نسخه من كل حاجه. ليه لا؟ زياده عدد الكاميرات داخل الملعب بتساعد حتى حكم الفار، ليه لا لما تجيبش حد خبير في شغلته في يركب الفار الكاميرات، يركب الكاميرات وكمان يدي تريننج للناس اللي لسه معهاش العدد الساعات اللي انت اصلا بتتكلم فيري بروفيشنال، انت بره عدد ساعات لازم تقضي 250 ساعة على مستوى التدريب 250 ساعة عشان تاخد الترخيص، الترخيص مش عارف ايه، وبعدين ترفع ايه يبقى بي، وبعدين ترفع ايه يبقى سي، بالظبط على مستوى التحكيم اللي هو انا شايف انه حلقة مهمة جدا جدا في الدوري المصري، وكان عامل مشاكل كتيرة جدا، فبالتالي كمان كان لازم يوضح الكلام ده بشكل مباشر. احنا هنبدأ الدوري بكرة اوريدي يعني، ايوه ما كل دي حاجات مبهمة. طب حتى لجنة المسابقات طبعا مازن صديقنا، لكن مين معاه؟ حضرتك تعرف حد وانت في الوسط الكرم، تعرف حد تاني لجنه المسابقات؟ هل سيجتمع وحده؟ وهنرجع لحكايه انا لعبت فريق لوحدي فكنت لابس 6 فانيلات و6 شرابات، ما ينفعش يا كابتن الحاجات دي ليه؟ حتى يقولوا لنا انها في طريقها للتكوين وهنبدا الاسبوع الاول، بس هنبدا الاسبوع الاول هنساعده ازاي؟ هل اللجنه ثلاثيه او خماسيه والمدير التنفيذي مثلا والاعلام
لو عايز حاجة يعملوها معاه لغاية ما يدخل 3-4 مع اللجنة ما قالوش. يعني والله أنا لا أسخر، انا بتكلم بجد. لا انت بتتكلم بامان ان هو عرفونا طب انت هتعملوا ايه الفتره الجايه. احنا مش قصر وهم بيبذلوا جهد، وكل مره نقول بيبذلوا جهد مفيش شك، لكن حقنا. انا اول واحد قلت ان السيد عمرو الجنايني اندفع في حكايه الـ 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 الكورونا وما كان شانه عشان يعرف يحاسب مين اللي طلع ومين اللي ما طلعش، لكنه خلاص بقى مزاج عام. انت تخشى لانك الرجل الاول من اخطاء الاخرين، اختار ناس اخطائهم يعني تكاد تكون منعدمه يعني، والا فعقوبه او تغيير ما فيهاش حاجه يعني، مفيهاش حاجه خالص. ده شغل محترفين. انت لا تخطئ في ذات الانسان يعني، انت تخطئ في العمل. وبالتالي انا الحقيقه دي اسئله يعني لغايه الساعه 11 وثلث اهي، وساعات فارقه فعلا. اليوم الجديد بيبدا الساعه 12 ودقيقتين، لا توجد اجابات. ملف النوايا حسنه تمام، ملف اداره الانديه المحترفه اخبارها ايه؟ ولا حاجه. اللائحه الجديده ولا حاجة. موجوده ولا مش؟ لان في بند في اللائحه او يعني نقطه كده بتقول في حاله، في حاله اجراء هذا الملف او استكمال لجنه تدير الكره بشكل خاص بعيدا عن الاتحاد المصري، يبقى الاتحاد بس هو المسؤول عن المنتخبات. بداوا كمان الرابطه بقى، رابطه الانديه المحترفه المحترف. برضو ما فيش بند واضح هيحصل الكلام ده السنه دي ولا لا، لكن حاطين بند ان هو لو في حاله هيتقسم دخل البث بان هتاخد 85% والاتحاد هياخد 10 والدرجات الثانيه هتاخد 5. يعني هم بيسبقوا يعني بيسبقوا النقطه دي عن نقطه ازاي؟ ما تقولوا لنا هتعملوها ولا مش هتعملوها، ومين اللي هيعملها اصلا؟ الاتحاد يعني المفروض الاتحاد المنتخب اللي جاي. الاتحاد المنتخب لما يجي هيطرح فكره انه عايز يكمل دوري المحترفين او يخلي الكره المصريه محترفه 100%. صحيح. وبالتالي نشوف شروط الروابط ازاي، لان كلها ناس بيد، ناس بمرتبات طبعا. ويعني في التفاوض معاهم ممكن واحد تقول له اديك 100 يقول لك عايز 300، لان هو في الورقه الثانيه اللي هو مقدمها مقدم لك انه ازاي يقدر يخلي الدخل من 10 50 ومن 50 100 وهكذا. هل هي هتبقى الموثوق فيهم؟ وحتى لو شطار في التسويق من رجالات الانديه مرفوض تماما، ولا حد فيهم كواليفايد، ما عندوش رخصه، ما عندوش رخصة مسوق. أعتقد إن وراها رخص الحكاية دي برضو، زي رخص التدريب، زي رخص الوكلاء، زي لكن إحنا في وقت أو سابقة أعمال ما هي يعني. ما أنا بقول لحضرتك أقصد ترخيص ما يعني يعني. وبالتالي لا عيب أبدا إنك تعمل ده يعني، ده أوانه. وإن أنت تشوف يفط في الشوارع مكتوب عليها مدراء أعمال، مكتب بهاني رمزي وولده وماتي لإدارة الأعمال الكرة، وبالتالي يدفع ضرائب ويشغل ناس وكذا، اقتصاد كرة القدم يا كابتن. طبعا. وبالتالي تنتقل بقى الحكايه لاحتراف كامل، تبقى عارف اللعيب اللي في سن التجنيد مش هياخد عقد محترف كامل، واللي بيدرس اونلاين غير اللي بيروح الجامعه كل يوم فمتعطل شويه، يعني ما يبقاش لاعب وطالب او محترف وطالب ومجند. يعني ليه الفصل؟ مصر الدوله راح على 100% فعلا تعظيم الاحتراف والبيزنس والشراكات التجارية وكذا. ليه الكورة بنرضى بقليله؟ ليه يقول لك شركات؟ طب مين اللي هيعمل شركات؟ هل الشركات دي هتبقى، أنا راجل عضو في النادي الأهلي، هل الكارنيه بتاعي ده سهل؟ هو فاكر كده أما يجيبوا 5 ناس؟ ما الوقت في كلام الناس بتقول لك إيه؟ فلان الفلاني هيكون الشركة خلاص، اللي هي مين؟ اللي هو حضرته؟ اللي هو مين؟ طب دول إزاي هيقيم الأمر؟ ولا حد برضه عايز يروح يشوف التجربه حصلت ازاي في كل الدنيا علشان يبقى في شركه، علشان تعمل هذا الفصل بين الممولين الاصليين كاعضاء جمعيات عموميه، ما هو دول اساس التمويل. ثم ماذا عن الانديه اللي على تماس مع الدوله؟ هتقول لها ايه؟ هل الدوله هتكون ليها شراكه من عدمه؟ على فكره المانيا، لان اغلب انديتها كانت في المانيا الشرقيه، بايرن اعتقد وايه تاني؟ يعني كان على تماس مع الدولة. طبعا. زي عندنا كده كان مثلا الاستاد تبع المحافظة او زي كذا زلاتان، كان وقت من الاوقات مالك لكن تعثر، فالحكومة ساعدته فخدت جزء من الاستاد. يعني بشراكة طبيعية جدا. قبل بقى عودة المانيا الموحدة تاني واندفاعا اتجاه اوروبا الغربية بقى خلاص، بعد ما بقاش في حاجة اسمها شرقية وازيل السور،
كان بعض الانديه دي على تماس مع المحافظه زي الاسماعيلي مثلا، فالاستاد اسمه استاد اسماعيليه لان ده بتاع المحافظه اساسا، وبالتالي شيل ده من ده ارتاح ده عنده. لكن في طريقه حتى انا ما اقدرش افتي فيها ولا حضرتك ولا اي حد، في يعني في تجارب الاولين صحيح وفي سوابق الاعمال، خلاص المساله سهله. كل ده محتاج نقاش، هم ما قصروش في ده، لكن انا مش هقول ان ده كان يبقى دورهم الا بعناوين رئيسيه، لكنهم اجتهدوا في حاجات وما حطوش العناوين دي. الامل كله في اتحاد منتخب ان شاء الله. عشان كده لما تيجي تقول ان هناك ربط وثيق بين تاجيل الانتخابات وعدم عقد جمعيات عموميه، بالمناسبه يعني بقول لصاحب القرار ده انت كده بتحط مصر الكبرى بقى في شكل مش حلو. ما اعلمه وعلى مسؤوليتي ان مكتب الفيفا في جمهوريه مصر العربيه وبلدان مجاوره صور مهرجان الجونه، مهرجان القاهره، الانتخابات اللي حاصله في مصر بهذا الكم من الامن والامان والاجراءات الاحترازيه قدر الامكان وزياده. تيجي تقول لي 104 واحد ما اقدرش اقعدهم في ملعب في استاد يصوتوا، مش هيسمعك. غير مقبول طبعا، مش هيسمعك. مظبوط، غير مقبول وغير مسموح، وهو قرار اقسم بالله الدوله ماليها شان بيه. هذا القرار يعني يدل ان في حد مش عايز حد في اتحاد، مش عايز حد في نادي، عايز يؤجل مدد، عايز لعبه انتخابيه مدد. بس لعبه انتخابيه يعني دنيئه زي ما بيقولوا يعني. اعتمدت على قرار رائع للسيد رئيس الوزراء اللي هي التجمعات المغلقه، مفيش داعي منها دلوقتي، التي تجمع عشرات الالاف في مكان، ولا كانوا اوقاف الانتخابات، لكن لاحظ الانتخابات فين؟ في طوابير في شوارع. لكن انا افهم ان انت لما تجيب 30,000 عضو نادي في حته مغلقه اسوان، لان كل الانتخابات طبيعي كده او صاله مغطاه، انتهى الخطوره بلاها. لكن تجيب لي 104 واحد تقدر تاجل لهم جنينه وتقول لي لا مش عامل انتخابات، تجيب لي ناس في طوابير انتخابيه لبرلمان ومصر تصبح نسخه دوليه حقيقيه وتقول لي لا للانتخابات، ازاي يعني؟ ما المهرجان السينما ده اتعمل ازاي؟ وكل اللي حاصل ده اتعمل ازاي؟ احنا داخلين على مونديال العالم لكره اليد، اسف لكره اليد. مزبوط. هتقول لهم ايه ان شاء الله؟ هتقول لهم خلوا كل فريق يبعت لعيب واحد يشوط كره وبعدين يطلع اللعيب اللي بعده ينزل، دي بقى جوه صاله مش ممكن. ومصر شهدت اجتماع عالمي لفرق وثقت في مصر ما وثقتش في اي دوله تانية، وهذا حقيقي يعني حقيقي. مش من قبيل حبي لمصر، وسفراء الدول حضروا الاجتماع التحضيري من قرابة الأسبوع، تمام؟ واطمأنوا للإجراءات. أنت بتقول إيه؟ لا مصر كبيرة يا أستاذ عصام، مصر كبيرة، ونتمنى إن شاء الله على مستوى كرة القدم إن إحنا نكون الأفضل على مستوى الاحترافية إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله الكلام اللي حضرتك بتقوله يمكن مش من دلوقتي، من سنين طويلة يبدأ النظر فيه بشكل مباشر. كلنا تفاؤل باتحاد كرة قادم بإذن الله يكون على مستوى المسؤولية، على مستوى اسم مصر الكبير، وزي ما حضرتك بتقول مصر يعني على الخطى الكبار زي ما بنقول من 2013، ده يتطبق إن شاء الله بإذن الله على مستوى كرة القدم وعلى مستوى الرياضة بصفة عامة في مصر إن شاء الله. إن شاء الله، لأن الحكومة المصرية الحقيقة ودينا شفنا إنه لا للفساد، وأنا بقول لحضرتك إنه في قادم الأيام جيوب كتيرة لفساد يعني أكثر من كده وأعمق هتكشف، من ضمنها تحرير صناعة اسمها الرياضة. في القلب منها مصانع كرة القدم، صناعة بهجة وقبلها صناعة أمن قومي صحيح. تغير المزاج العام للشعوب يا كابتن هاني. الدولة حريصة على ده، لكن مش هتمد إيدها في المحتوى، لأن مصر الكبيرة دي مش هتقبل إنه تتوصف بأن هناك تدخل حكومي. صحيح، نتمنى كل الخير لبلدنا ولكرتنا، وإن شاء الله بإذن الله يعني في تقدم مستمر. أستاذ عصام بنشكرك شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر حضرتك يعني الكابتن. كنا سعداء جدا بهذا الحوار الرائع، ودايما يعني حواراتك ولقاءاتك هنا في البيت الكبير يعني تنال الإعجاب الجميع. شكرك كابتن هاني، ربنا يخلي حضرتك. نورتنا. يعني لأنه هنا في مساحة الحقيقة متعاظمة ومحترمة، ونموذج حتى وأنت تتحدث في قناة فئوية أن الحكاية ليست ب يعني الدفع ب اسم وشعار القناة ملك الأهلي، لكن لطرح قضايا عامة دون توغل لحساب الشعار اللي هو النادي أكيد الأهلي أكيد. الإفادة بتبقى دايما للكرة وللبلد. نشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله على لقاء قريب بإذن الله. شكرا أستاذ عصام. دي كانت نهاية فقرتنا الأولى، إن شاء الله بعد الفاصل كابتن رمزي صالح.
برحب بحضراتكم مره ثانيه وفقرتنا الحواريه الثانيه مع واحد من النجوم اللي شرفونا قبل كده في البيت الكبير، واحد من نجوم كره القدم الفلسطينيه بالرغم من الصعوبات والتحديات، وانه يعني كتب اسمه صحيح بحروف من ذهب، لكن طبعا هو قاد منتخب فلسطين في انجازات حققها نجم رمزي صالح، طبعا واحد من ابرز حراس مرمى منتخب فلسطين السابق وحارس مرمى الاهلي كمان السابق، ساهم في العديد من الانتصارات مع النادي الاهلي اكيد، واحنا النهارده بنتشرف بوجوده معانا في البيت الكبير عشان نتكلم في كلام كتير. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيكي، طبعا بشكرك على المقدمه، وبجد والله يعني من البرامج المحببه على قلبي ان انا اكون متواجد معاكم، وشرف عظيم ليا ان انا اكون موجود لك مره ثانيه. دايما بتشرفنا يا رمزي بجد، ويعني بنكون احنا كمان سعداء جدا لما بنستضيفك وانت واحد من عشاق كيان النادي الاهلي ومن الناس اللي كان ليها بصمه واضحه في النادي الاهلي وحقق بطولات، وعايز اخد من البطولات الثلاثيه، يعني الثلاثيه دي عشتها ازاي رمزي رغم الموسم الصعب الطويل جدا للنادي الاهلي؟ عشت اجواء الفرحه دي ازاي بدايه من البطوله الافريقيه التاسعه نهايه بكاس مصر اللي حققه النادي الاهلي الاسبوع اللي فات؟ طبعا يعني خليني في البدايه ابارك للجمهور النادي الاهلي، وعندي رساله بصراحه يعني كل الناس، ما طبعا انت عارف الناس في فلسطين بيعشقوا حاجه اسمها النادي طبعًا. الاهلي، فكل ما يعرفوا ان انا بس طالع على قناه النادي الاهلي فبيجي لي مسجات كتير. كابتن علاء ولا مين؟ لا ناس كتير يعني فاهم، كلهم بيبلغوني ان انا اوصل سلامهم وتحياتهم، وما تتخيلش الفرحه اللي عاشوها اهل فلسطين رغم الظروف الوبائيه اللي موجوده في القطاع غزة وفي الضفة الغربية، لكن الناس فرحت قوي بالتحية الثلاثية. كان مهم جدا للجيل اللي موجود في الفترة الحالية انه يحقق المكاسب اللي حققوها فيه، تعرف الجيل ده يمكن وصل نهائيين قبل كده وما حلفوش التوفيق، فكان مهم جدا انه يكللوا نجاحهم يعني بانتصارات عظيمة زي اللي اتحققت، رغم ان جت في ظروف صعبة في موسم من اصعب المواسم طبعا، الظروف اللي بيمر بيها العالم، فتره التوقفات الطويله اللي حصلت، حته خلينا نتكلم برضو جزء كبير على الاداره النادي الاهلي، اتخاذ كان قرار في توقيت مهم جدا تغيير المدير الفني، ده كان جزء كبير من صناعه البطوله رمزي. طبعا يمكن انت شفت تصريح اللاعبين في الفتره الاخيره انه فايلر كان مختلف، فايلر قبل الكورونا غير فايلر غير بعد الكورونا، فان انت كاداره تكون لامس الموضوع ده وتتدخل في توقيت مهم جدا وفي ريسك كبير، لكن انت تاخد على عاتقك المسؤوليه دي وتغير مدير فني، يمكن اكتر الناس قعدوا استغربوا من القرار صحيح، لكن زي ما استغربوا من القرار لكن بعد ما حصل الانتصار ده يعني اشادوا بالاخذ طبعا مفهومه، يعني هو كان في ريسك كبير لكن توقيته كان مناسب جدا. عارف انت لما بيجي مدير فني جديد لسه عايز يطرح افكاره على الفريق ويطرح بصمته على الفريق، حقيقه كمان دور اللاعبين ان هم يتقبلوا الموضوع ده وان هم يقدروا يتجاوزوا محنه تغيير المدرب في فتره ويساعدوه هو شخصيا كمان. طبعا طبعا كان ليه دور كبير، وحته تانية ان انت تكسب بطوله من امام نادي الزمالك برضو نادي محترم ونادي اسم كبير طبعا، كان نهائي اولا هو نجاح للكره المصريه بشكل عام، اول نهائي يمكن من في التاريخ يحصل بين فريقين من نفس البلد، فده انجاز لمصر، انجاز على المسؤولين اللي يعني اصروا على استكمال الدوري رغم كل الظروف اللي حصلت، دي حاجه. تاني حاجه الاهلي عودنا دايما انه هي كان في اسبوع بس بين المباراه الافريقيه ومباراه الكاس، مظبوط، ان انت دي ما بتحصلش الا في النادي الاهلي، ان انت بعد مباراه السوبر تقفل صفحه وما تبالغش في الافراح وان انت تفكر في المباراه اللي بعدها، وده كان دايما مدرسه الاهلي موجوده في الموضوع. الاهلي لعب ماتشين خلال اسبوع بعد النهائي الافريقي قبل الاتحاد قبل النهائي طبعا، ان انت تكسب وتاخد بطوله ثانيه، فده يحسب اولا للاداره النادي الاهلي ان انت تقدر تغير تخرج اللعيبه من جو الاحتفالات وما تبالغش في الاحتفالات عشان عندك مباراه وعندك بطوله ثانيه، وتاني الناس تحسب للجهاز الفني اللي هو طوى الصفحه
بتاعت افريقيا وركز على الصفحه المحليه، ويا رب تكمل بالسوبر باذن الله، والاهلي يبدا بالدوري الجديد باذن الله، يعني زي ما عودنا بتالق باذن الله. انت عصرت وتوجت بدوري ابطال افريقيا في 2008 وعشت نفس تقريبا الاجواء دي بالظبط. الفرق ما بين الاجواء دي في 2020 واجواء 2008؟ لا انا بص اقول لك على حاجه، انا من يعني من اصحاب الحظ السيء شويه. بطوله 2008 كنت مبسوط جدا ان احنا اخذنا البطوله، بس انا ما شاركتش لا اللعيبه الاحتفالات خالص، لان انا ومحمد ابو تريكه اتخذنا في فحص المنشطات، كان النهائي في الكاميرون بعد الماتش على طول. انتوا الاثنين بس؟ ايوه احنا القرعه جت علينا فحص المنشطات، فكنا قاعدين في الاوضه يعني احتفلوا اللعيبه، صورنا الصورتين وبعد كده دخلنا الاوضه مع الجهاز ورحنا حتى الفندق بعد ما اللعيبه بعد اللعبه مشيت. فما كنتش محظوظ قوي في الاحتفال. اديك عشت معاهم برضو يعني التتويج اللي فات. طبعا يمكن قبل المباراه بتاعت افريقيا نزلت على صفحتي الصوره مع كاس افريقيا. والحمد لله انه كانت يعني التاسعه زي ما بيقولوها غابت كتير عن النادي الاهلي، وهي بطولته المفضله، وجت طبعا الاحتفال مختلف بطوله افريقيه، وان انت تلعبي في كاس العالم، التواجد في كاس العالم انديه ده لوحده يعني طبيعي. يعني انا كنت شرفت ان اللعب كنت موجود في كاس العالم في اليابان. حدث تاني بصراحه، نقله كبيره. رغم الناس يعني بعض الناس تقول لك هو يعني دي بطوله شرفيه وبطوله ما لهاش لازمه خالص. يعني ممكن عشان ما راحهاش، يعني في ناس ما راحتهاش فما شافتش يعني. وهو ما عشان كده ما بيحسهاش اللي عايش فيها، يعني كان ليا الشرف ان انا اكون موجود. اجواء تانيه خالص، تشعر بقيمه شعار ناديك ان هو موجود وسط اهم انديه العالم، بطل كل قاره يكون صحيح. متواجد النادي الاهلي يكون متواجد، ده حدث في حد ذاته. يعني بطوله افريقيا مكسبها ده ليه ابعاد كبيره أوكرا. جدا وابعاد عظيمه طبعا. ابعاد بطوله كاس الامم او اسف كاس افريقيا كان ليها ابعاد على المستوى المعنوي كبير جدا، وانت عارف قد ايه ان المباراه ديت خاصه مباراه نهائيه غايبه بقى لها سنين، وبتلعب قدام نادي الزمالك، ونادي الزمالك كان متفوق عليك في الفتره اللي فاتت بالسوبر، ومتفوق عليك قبلها بشهرين في مباراه الدوري 3-1، فده حط ضغوط اكتر على اللعيبه، وحسينا بالتوتر شويه من خلال اداء المباراه. لكن دايما بنقول ان، وانت شفت ده في النادي الاهلي وهتشرحه لنا، ان رغم الصعوبات ديت لكن بيكون في نماذج مختلفة غير المدير الفني، نماذج الكباتن، اللعيبة ما بين قوسين كده اللعيبة الكبار. دور اللعيبة الكبيرة ديت وكباتن الفرقة أنت شفته إزاي وأنت متواجد جوه النادي الأهلي؟ بس يمكن الأسماء اللي موجودة في النادي الأهلي كل يعني أسماء تخض. ما ننكرش إنه الجيل اللي أنا كنت بلعب معاه كان جيل عظيم جدا، والنادي الأهلي عانى لفترة كبيرة في تغيير جلده، أو تغيير إن أنت لما تيجي مرة واحدة على فريق يعتزل مثلا أو خمسة أو ستة من أهم اللعيبة، مش بس في الأهلي، الأهم اللعيبة في أفريقيا. صحيح. فالموضوع مش سهل جدا، عشان كده اللعيبة دول خسروا مثلا نهائيين أفريقيا الجيل الحالي، لأنه ما كانش عندهم خبرة النهائيات. اكيد دي كانت دروس ليهم، وهو ان انت تحاول وتوصل نهائيين طبعا مش سهل، لكن البطوله غابت وخبره المباراه النهائيه غابت، فبالتالي هم اداركوا الخطا اللي حصل في المباراه النهائيه واستفادوا منها وقدروا انهم يكسبوا الزمالك. عايز اقول لك يمكن كان الزمالك متفوق فنيا في ارض الملعب، بس انا بتفرج الماتش في البيت بصراحه، ما بحبش، وكان صحابي مثلا بيكلموني ومش عارف ايه، فبين الشوطين في واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي احنا وحشين والزمالك، قلت له لا ده بالعكس ده حاجه مؤشر ايجابي فعلا. طبعًا ليه قلت كده؟ لانه شوفي الزمالك مثلا عودنا، الاهلي لعب مثلا في الماتش ده بنفس اسلوب الزمالك، في الفتره الاخيره الزمالك كان في الماتشات الجامده بيلعب على الهجمه المرتده يمكن وعنده لاعبين بيجيدوا الهجمه المرتده، وهو لما بيمسك زمام الامور، لكن عندهم بيبقى مشاكل دفاعيه ورا لما هو بيبقى بيبادر في الهجوم. في المباريات الكبيره كان بيلعب بنظام بيعتمد على الهجمه المرتده وبينفذوها بشكل رائع، في ماتش الاهلي ما عملوش كده، الاهلي هو اللي عمل كده، واكبر دليل انه الاهلي مثلا اتقدم في الاخر، وكان الزمالك هو نسبه الاستحواذ بتاعت الزمالك كانت اعلى في الماتش الاهلي. فدي خبره النهائيات زي ما بيقولوها، عارف يتعامل مع المباراه
في النهايه مش هتقول مين لاعب افضل، في النهايه تقول مين بطل صحيح الكاس. مظبوط. فهي دي اللي محصله، اللعيبه استفادت من التجربه دي، الجهاز الفني ممكن يكون تعامل مع الموضوع من ناحيه معنويه اكتر، رغم ان الزمالك كان الشوط الاول خلص وهو بعد هدف التعادل علي مبدئيا في المباراه وعلي واستحوذ بشكل كبير. بس ان انت تقدر تخرج وتقدر تتمالك نفسك في مباراه نهائيه رغم الضغوط الكبيره، لانه على لعيبه الاهلي عليهم ضغط اكبر لسبب انه قبل كده وصلوا نهائيين وما عرفوش حقوا البطوله اللي هي البطوله اللي متعودين عليها، كانت وكانت بتيجي بكل سهوله للنادي الاهلي. فده كان في ضغط كبير، اكيد اللعيبه الكبيره ليها دور كبير في لم شمل الفريق، اكيد الضغط اللي حصل قبل المباراه بسبب موضوع المنتخب، محمد الشناوي عنده كورونا ما عندوش كورونا، مين هيطلع ايجابي، مين العوامل دي كلها بتخرج اللعيبه من المباراه، لكن انت تقدر تلم نفسك مره تانية. ودلوقتي ما شاء الله السوشيال ميديا يعني ما بتسيبش حاجه، بيفضلوا بقى يكتبوا ويعملوا، بس ان انت تقدر تلم نفسك وتقدر تجمع فرقتك بالشكل اللي شفناه ده، تاخد بطولتين في ظرف اسبوع، دي حاجه مش سهله، ودي حاجه مش سهل اي فريق غير النادي الاهلي. بس انت كرمزي يعني انت امتى اتفائلت اثناء اللعب الشوطين قلت لا الاهلي هيحقق البطوله دي هيحققها النهارده؟ امتى قلت؟ والله بصي اقول لك على حاجه، والله انا بين الشوطين يعني واحد صاحبي يقول لي، قلت له لا ده بوادر كويسه، اصل طول ما انت كنت مثلا مسيطر على الماتش لو ما عرفتش تستغل وتجيب جون وانت مسيطر فده طبيعي انه هيجي في الجون، يعني لو ما استغلتش ما هو طبيعي الاهلي مش هيفضل الشوط الثاني زي ما كان في الشوط الاول. في الشوط الثاني اكيد، والزمالك مش هيقدر يمشي بنفس الريتم الشوطين، فطبيعي انت الفتره ما استغلتش فيها تفوقك البدني والفني في ارض الملعب وما استغلتوش وما توجتوش بجون تاني فاكيد مش هتكسب. لانه انت مش هتقدر تمشي على 90 دقيقه هو الريتم الماتش، ما فيش فرقه في العالم بتبدا بتبقى الريتم طبعا 90 دقيقه نفس الريتم صعبه شويه، فانت لو ما استغلتش تفوقك والحاله الفنيه اللي كنت انت في وقت المباراه اعلى فيها مش هتقدر بعد كده، واضح ان انت ممكن في اي لحظه تتعرض لخساره. هي الفرق كمان جمله كنا بنسمعها واحنا من مدربينا، بيقول لك الفرقه الكويسه انها وانت مش في حالتك ما يجيش في الجون طبعا، وتستغل اي فرصه لانك ممكن تستحوذ على المباراه ممكن 10 دقائق ربع ساعه، لو ما جبتش جون في الربع ساعه دوت هيبقى عندك مشكله. فانت بتتكلم على شق دفاعي وشق هجومي، وفي اوحش حالاتك ودايما الفرق الكبيره، مش هقول النادي الاهلي كان في اوحش حالاته، يمكن الاستحواذ بنتكلم على الاستحواذ الفرق ما كانش كبير قوي، الزمالك مسك نص الملعب بشكل افضل، لكن كمان احنا اتكلمنا على المباريات النهائيه بتكسب ولا تلعب، واستغلال الفرص ان طبعا. استغلال الفرص اصغر الفرص استغلها النادي الاهلي بشكل كبير، فاجماليا المباراه زي ما انت قلت احنا ابطال فيها ما فيش شك فيها. الدور اللي كلمتك عليه مثلا دور الشناوي مع النادي، اوضه اللبس يا رمزي، انا بتكلم على اوضه اللبس، وانت عشت اوضه اللبس في بطوله كبيره زي ديت، اوضه اللبس في اعتقادي الشخصي اختلفت، وهي كان سبب كبير جدا في فوز النادي الاهلي بهذه المباراه، اوضه اللبس في النادي الاهلي واوضه اللبس في نادي الزمالك. اكيد شوف حسب شخصيات اللعيبه الموجوده، اكيد لما انت بتكون فريق، لما انت بتيجي بتبحث عن فريق او تكون فريق، انت ما بتدورش بس على لعيبه مثلا مهاريين وفنيين على مستوى عالي، انت بتدور على لعيبه برضو في شق قيادي جوه الملعب، مش هدف بس قيادي اللي هو كابتن الفريق. صح. في لازم يكون كم عنصر قياديين بطبيعتهم في ارض الملعب. شخصية. ممكن شخصيه طبعا. ممكن في حاجات كلمات تأثر، انت كمدافع مثلا كبير وعارف حتى لو مش انت دورك بره الملعب مهم، حتى لو انت ما كنتش موجود في ارض الملعب ممكن كلمه توجيه لزميل ليك في الملعب يفرق معاه كتير، كلمه معنويه بين الشوطين، توجيه حاجات، الحاجات دي تفرق كتير. قبل ما تنزل دايما ان انت تبث الروح في لما اللاعب الصغير يشوف الكلام ده من اللاعب الكبير بتأثر على نفسيته جدا، لما بتشوف الرياكشنات بتاعه اللعيبه وانه الفرقه الكبار دورهم ان هم يلموا الفريق ويبقى اوضه اللبس، يعني الفريق ما يبقاش فيه نجوم، يبقى هو الفريق هو النجم. مظبوط مظبوط. الاهلي عرف يتعامل مع الموضوع ده، والاهلي ما شاء الله دلوقتي حاليا بقى يمتلك لعيبه خبره
أيوة. كبيره يعني. أيوة. النقطه بتتكلم عليها مش لازم يكون في الملعب، شفنا دور وليد سليمان مثلا وهو بره في حتى في بيته بيبعت للعيبه رسائل بتاثر بشكل كبير بشكل ايجابي. دي سعد كمان كان بره الموسم كله طبعاً كابتن طبعاً من كباتن الفريق مع كبير. الفريق واللي حصل والكلام اللي بيحصل ده، واصلا البدره اللي هي تجيب مؤمن زكريا في الموضوع طبعاً. دي حاجه يعني بصراحه يعني حاجه الواحد بيفتخر او بيكون سعيد جدا لما بيشوفها يعني. الاهلي قفل خلاص يعني، خلاص صفحه الفرحه والتتويجات، ويعني ان شاء الله نحقق الخماسيه كمان، ولسه دايما بنقول ان المشوار صعب وعندنا موسم خلاص هيبدا يوم الاحد اللي جاي، ومباراه بكره طبعا، والاهلي يوم الاحد مع مصر المقصه، عندنا مباراه مهمه جدا امام مصر المقصه. شايف اولى المواجهات، مواجهات الاهلي في الموسم الجديد هتبقى مختلفه ازاي؟ الموسم بشكل عام كابتن رمزي شايفه ازاي؟ يعني توقعاتك ايه للموسم الجديد؟ يعني طبعا بص، هو موسم صعب لانه في زي ما بيقولوا انديه صعدت، تدعيمات بشكل كبير، انديه بتمتلك بيسموها ايه موارد جيدة، معاهم فلوس يعني بالبلد يعني معاهم فلوس، فبالتالي جابوا صفقات مهمة وصفقات كبيرة. الأهلي أكيد ضم صفقات كبيرة، الصفقات دي لازم تعمل تغيير، ولازم هيبدأ واحدة واحدة يدخل الصفقات دي في الفريق وتدخل تبقى تكمل النواقص اللي موجودة في النادي الأهلي. أكيد في لجنة تخطيط في النادي الأهلي ومدير فني اختار النواقص ونقاط الضعف اللي موجودة والمراكز اللي محتاجة تدعيم. دخل كم عنصر مهم جدا ان هم يأدوا، بدر بنون يمكن بيعرف يلعب برجليه كويس، الحته دي مطلوبه في النادي الاهلي، النادي الاهلي متعود يبني الهجمات من تحت وبيبني شفت ده في مباراه طلع الجيش، يعني انت كمان حارس مرمى ودايما حارس المرمى انت هم دول الاثنين اللي قدامك، قيمت بدر بنون ازاي في المباراه ديت ك كسردباك او صفقه للنادي الاهلي؟ بص هو كان هادي بصراحه وبينقل الكوره من تحت وبتستفيد منه في الكرات العاليه سواء عليك او ليك، فهو وجوده ايجابي، محتاج ان هو يتاقلم زياده مع الفرقه، لما يتاقلم زياده هيظهر بشكل افضل. حلو قوي لما بتلاقي مدافع شرس وفي نفس الوقت هادي لعيب كوره، فاهم؟ وخصوصا دلوقتي بقيت يعني بعد قانون اللي هو تلعب الكوره جوه ال 18 بقيت انت مهم محتاج جدا. طبعاً. فانت بقيت محتاج مهم جدا ان انت تنقل الكوره من تحت، فالخروج من الكوره من المدافعين لما يكون عندك مدافعين بيلعبوا بكوره بشكل حلو بيفيدك في نقل الهجمه اسرع وبيطلع بشكل افضل. طبعا وطبيعه لعب الاهلي فرقه كوره يعني بتنقل الكوره، فده موجود عنصر مهم في الموضوع ده. طبعا هيبدا يدخل دلوقتي بيكام، هيبدا يدخل طاهر، هيبدا يدخل صلاح محسن، عليه فرصه كبيره، انا سمعت انه مروان مصاب فليه فرصة كبيرة ان هو يظهر ويقدم نفسه وشخصيته. يمكن كان في البداية جه بضغط كبير عليه، ضغط لانه جاي بمبلغ كبير، كان في البداية انتقاله من انبي حط عليه ضغط كبير، دلوقتي اتصور ان هو اتحرر من الضغط ده وبدأ يقدم نفسه. اتمنى ان هو يعني يكون اضافة للنادي الاهلي باذن الله. اكيد النادي الاهلي قفل برضه صفحة الكاس وبيفكر بداية دوري جديدة، رغم كل يعني بنتمنى ان المنافسه تكون جامده، لكن ده لصالح النادي الاهلي كل ما المنافسه بقت قويه في الدوري المصري، والمؤشرات كلها بتشير انه يعني ما بقاش في زي زمان فرق ضعيفه. يعني دلوقتي سوق المال بتحكم في الموضوع، ففي ضخ اموال كتيره في الدوري المصري، كل الفرق دعمت بصفقات وبارقام كبيره، حتى الفرق الصاعده يعني النهارده كنا بنتكلم على السيراميكا زي ما الانديه اللي صعدت انديه معاها فلوس فبالتالي جابت تدعيمات واسماء مؤثره واسماء خبره في الدوري المصري، فدي كل فريق طبعا عايز ينافس وعايز، لكن يبقى الاهلي هو الاهلي. الانديه دي ممكن تنافس الانديه الشعبيه في الموسم ده؟ بص هو حته اكيد بتنافس، بس يعني ما لو اصلا اللي قلت لك المنافسه من صالح النادي الاهلي، بس هو في النهايه مين صاحب بعيدا عن الاهلي، انا بتكلم بعيدا عن الاهلي والزمالك كمان، بتكلم على باقي الفرق الاخرى. شوف هو حاليا دلوقتي الوضع من غير جمهور فده مأثر على الانديه الجماهيريه بشكل كبير طبعا. لما انت كنت بتلعب وجمهورك معاك في ظهرك في الماتش مختلف تماما لما بتلعب من غير جمهور، اكيد هيبقى في شكل تاني للدوري. يمكن انا متوقع ان الموسم الجاي هيبقى اقوى موسم او اقوى نسخه من الدوري المصري، اتمنى انه ده كمان لفايده لصالح الكره المصريه لما يبقى في اكتر من فريق ينافس، يطلع لعيبه كتير، يطلع
يرقى كل ده الكلام ده هيروح بفايدة على المنتخب المصري ويروح بفايدة على المتعة. يعني في النهاية احنا عايزين نستمتع بكرة حلوة. لما اتمنى انه يكون في 10 فرق ينافسوا ده لصالح الأندية الكبيرة نفسها. صحيح صحيح. هرجع لك انت بقى رمزي نفسك وانت من يعني أيقونة الكرة الفلسطينية بشكل كبير، عميد الكرة الفلسطينية ب 107 مباراة دولية بطولات. ولو بنتكلم على البطولة الأفريقية اللي فاز بها النادي الأهلي كانت بطولة صعبة وبطولة غالية. نفتكر معاك ايه أصعب البطولات اللي انت مريت بيها من خلال وجودك في منتخب فلسطين او حتى على مستوى لعبك كمحترف؟ يعني ايه أصعب البطولات اللي انت تفتكرها؟ بس يمكن بطولات النادي الأهلي ما مش هقول صعبة قوي، لأنه بصراحة عارف انت عندك ثقة ان انت تكسبها. يعني انا مثلا في ماتشات الاهلي حتى الماتشات اللي انا كنت ببقى واقف فيها جون، حتى لما بنكون متاخرين او متعدين اللي كان مستر مانجوزي اول ما بيقوم حد يغير ببقى واثق انه اللي هينزل ده هيعمل فارق بصراحه. فبيبقى في عندك ثقه في الفريق، ثقه كمان في المدير الفني وتغييراته، ثقه في المدير الفني وتغييراته، ثقه في المنظومه، ثقه في اللاعبين. يعني بص الاهلي كان اكتر حته يميز، حتى لو الاهلي كان مثلا الماتش ده وحش لكن هتلاقي عنصر او اتنين في اي لحظه انت واثق انه ممكن يخلص لك الماتش حتى هو وحش. هو جيل كله بيعتمد على مهارته الفرديه، على هتلاقي ناس يقدروا يصنعوا الفارق. بالظبط. حتى لو انت ما كنتش كتيم ما كنتش كويس في الماتش ده وما كنتش في حالتك، لكن عندك عناصر تصنع الفرق. هو ده اللي فرق في الاهلي. قلت لك لما تغير 5 أو 6 لعيبه اعتزلوا، فهو ده اللي فرق مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. لكن كمواقف بصراحة أقول لك على حاجة، يمكن كان أعظم بطولة، يعني طبعا كل بطولات الحمد لله، بس هو عارف أنت لما تكسب بطولة مع النادي الأهلي ده تحسه أمر عادي. يعني يعني أنا أول لاعب فلسطيني مثلا خدت بطولة أفريقيا أو مش عارف إيه، ما ده تاريخ برضه. وكأس السوبر كمان 2008 طبعا، والسوبر المصري والسوبر الأفريقي، ومثلا شاركت في كأس العالم ليه نكهة خاصة. فاهم؟ لكن اقول لك على حاجه، يمكن ده كله طبيعي لانه الاهلي عودنا انه بياخد اي بطوله سهل الموضوع، لكن يمكن البطوله اللي كانت اغلى فعلا لما خدتها، عارف انه مش متعود منتخب فلسطين ياخد بطولات طبيعي. كان انا يمكن شاركت مثلا في 4 تصفيات كاس اسيا و4 تصفيات كاس عالم، بس ما حلفيش الحظ ولا مره رحت الا من خلال البطوله اللي هي بطوله كاس التحدي اللي كانت في المالديف دي، اللي اخذنا البطوله دي. وكان لي الشرف ان انا طبعا شاركت زملائي في حمل الكاس البطوله اللي هي ودتنا لنهائيات امم اسيا في استراليا، كان لاول مره. فده كان يمكن من الحاجات العظيمه اللي انا بفتكرها في حياتي. طبعا يعني تاريخ بيتكتب في السي في بتاعك، او يعني على مدار التاريخ دي البطوله وصلتكم لاول مره توصلوا وتشاركوا في بطوله اسيا. طبعا ففرحه الناس اللي شفتها في فلسطين كانت لا توصف بصراحه. غير طبعا. فعارف انت يعني لما انت جمهور الاهلي متعود على الفرح الحمد لله وربنا يديم الافراح، لكن عارف انت لما بتعيش في ظروف صعبه ومعاناه وانت تقدر تنشر بسمه على يعني على وش حد، تبقى فرحه غير مختلفه. فدي حاجه مختلفة عندنا. قلت لك انه احنا عندنا الامور صعبه شويه. طبعا. فلما من يعني زي ما تقولوا من رحم المعاناه. صحيح. بتولد. فالانجاز ده يمكن يكون الاعظم في تاريخ. واحنا بنتكلم عن السوبر، خلينا ناخد رايك كمان في القرار اللي صدر النهارده بخصوص السوبر الافريقي اللي هيتلعب في قطر، رايك فيه ايه؟ والله بص يعني الاهلي ونهضه بركان، بص اقول لك على حاجه، يعني يتلعب في قطر يتلعب في الهند يعني ما مش شايف الموضوع. يعني بس اقول لك على حاجه، هتلاقي جمهور طبعا المصريين في قطر بسم الله ما شاء الله كتير، هتلاقي جمهور الاهلي في قطر برضو زي في مصر. يعني الموضوع هتلاقي الاهلي عودنا دايما في اي مكان الاهلي بيبقى الاهلي في اي مكان. يعني ما مش شايف يعني ممكن هو جماهير الاهلي بيني وبينك نفسها تعرف الميعاد عشان عايزين نفرح تاني. يعني ده لسه اتحدد في النص الاول من 2021. يعني ده لسه قدامنا الامور لسه مش يعني مش واضحه بشكل يعني. بس احنا لو اتكلمنا على المكان اعتقد تواجد الاهلي لا مش هيفرق مع النادي الاهلي. تواجد الاهلي بحد ذاته في اي مكان كنادي الاهلي نفسه موجود في اي مكان او اي مكان، هتلاقي النادي الاهلي هو النادي الاهلي يعني. واعتقد يعني المباراه سواء في مصر او مش 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 هتفرق كتير مع نجوم النادي الاهلي ان شاء الله. واضح انك كان موضوع كاس العالم للانديه كان مؤثر فيك
وفاكره بشكل كبير. النادي الاهلي ليه خمس مرات لكاس العالم للانديه، دي المره السادسه ان شاء الله كواليسها. وشايف كمان النادي الاهلي طبعا ما نعرفش لسه هنقابل مين، كل يعني كل الكلام ان احنا او متوقع او احنا نتمنى كمان النادي الاهلي يقابل بطل اوروبا البايرن ان شاء الله هناك في قطر. كواليس كاس العالم للانديه ازاي، وتتوقعاتك لمشوار الاهلي فيه ازاي ان شاء الله السنه الجايه؟ شوف، يمكن السنه دي لعيبه النادي الاهلي محظوظه ان هو يتلعب في دوله عربيه مش مسافه بعيده. يمكن احنا كنا على ايام بنلعب في اليابان كنا بنسافر 14 ساعه، كنا بنقعد الساعه 3 الصبح نتفرج على الماتشات هنا في مصر يعني. 14 ساعه كنا رحنا قبل البطوله بمده كبيره، عندك الساعه البيولوجيه بتختلف، عايز تتعود على الموضوع ده، الاجواء برد في الوقت ده كان كتير جدا في اليابان طبعا، فالحاجات دي مختلفه. الوضع ده مختلف بسبب انه انت في دوله عربيه سهل جمهورك يروح وراك، مش زي اليابان. الاجواء قريبه من اجواءك، انت هتلاقي دعم عربي سواء بس مش من المصريين، اكيد كل العرب هيشجعوا النادي الاهلي، فدي ميزه عندك يعني، دي مختلفه انها بتدي لك دعم ودي حاجه جايه لصالحك. ودلوقتي شفنا بكاس العالم انديه حتى اللي شفناه في الامارات قبل كده كان الفرقه العربيه قدمت نتائج كويسه جدا يعني، واحرجت بقى ابطال اوروبا، فالموضوع لصالح ان الاهلي. كاس العالم اجواءه بصراحه غير اي بطوله مختلفة شخصيا يعني، من كانت الفتره بتاعت كاس العالم دي يمكن اعظم بطوله شاركت فيها، اجواء مختلفه تماما يعني، فسواء تنظيم سواء كل حاجه بوقت، تطلع الملعب امتى في التمرين. وانت كمان في اليابان كمان، انا مره رحت في اليابان كان عندنا مع المنتخب الاولمبي مباراه وديه في اليابان، ف يعني عادي احنا دخلنا الاوضه غيرنا ونازلين عشان نسخن يعني، طبيعي بنسخن قبل المباراه ب 45 دقيقه. اول ما نزلنا راح حد من اللجنه المنظمه ياباني فناداني قال لي انت يو ار ذا كوتش، قلت له قال لي طلع الفرقه، قلت له ليه احنا بنسخن؟ قال لي لا، قال لي دقيقتين وتنزل، نزلت بدري عن ميعادك، لو سمحت اطلع الدقيقتين دول وانزل تاني. فكميه التفاصيل والنظام هناك في اليابان غير طبيعي يعني. في 2008 وصلنا تقريبا بعد 14 ساعه الساعه 2 الظهر تقريبا، فمستر مانويل قال لك كله يطلع يجيب يغير وينزل، جايين من سفر 14 ساعة وبعد نريح يعني. قال لك لا ننزل نتمشى، فنزلنا نتمشى ساعة، قعدنا نمشي حوالين الفندق الفرقة كلها. بعدها رجع قال لك الساعة 5 التمرين عشان يخلينا ما ننامش، عشان عارف لو طلعنا كله هينام، فعشان نظبط النوم تظبط بتاعنا. قعد يسهرك وبعد التمرين تاخد شاور وانزل على العشاء بحيث انه يخلي الساعه 9 او 10 كل اللعيبه، كانك يوم عادي في مصر يعني. يعني عملنا كده يعني. لا مهم جدا لا ما هو لا هو الاجواء مختلفه طبيعي طبعاً. والنادي الاهلي خلي بالك برضو وصوله كاس العالم للانديه على مستوى الماركتنج، على مستوى الدعايه، شعار النادي الاهلي طبعاً. ما بين افضل الانديه على مستوى المستوى القارات، ده كمان جزء اخر يعني. موجود بين اعظم الفرق العالم ابطال القارات، فدي حاجه مش سهله. الشعار نفسه ده حكايه لوحده لما يتحط مع شعار الانديه دي يعني، كل الانديه اللي مشاركه كان هو نفسها لعب البايرن. ليه اللي فيه البعض النهارده اللي بيقلل من اهميه المشاركه في بطوله زي كده، بطوله كاس العالم للانديه؟ ما عشان بتفسر ده بايه؟ عشان مش عارفين يلعبوا فيها او عشان يعني ما راحش وشاف يعني بالظبط. لا كاس العالم هو يعني عارف، كاس العالم للانديه دي اعظم فرق موجوده في العالم، فطبيعي ان انت لما تكون موجود من ضمنهم ده حاجه شرف عظيم بصراحه. ليه ما فكرتش او فكرت الله اعلم تروح تتولى اي منصب في التدريب في فلسطين لحد دلوقتي؟ ليه ما عملتش كده؟ لا بس انا كشق تدريبي مش عايز امشي في المجال ده بصراحه. مش عايز تمشي فيه؟ لا يعني ممكن اكون مثلا شكلك مختار الاعلامي، الشق الاعلامي. ايه ده بتحب يعني ده حقيقه؟ مظبوط. لا انا بحب الاعلام. حللت قبل كده في ماتشات الحمد لله.
ماليش في الشق التدريبي يعني، نفس شايف نفسي شق اعلامي او اداري اكتر. يعني انت واخد الجانب الاداري، لو في منصب اداري بتدير فرقه كمدير كوره الفرقه ده انت شايف فيه اكتر على المستوى الاعلامي، التحليل كمحلل لحراس المرمى ولا لا عام يعني؟ انا كده شاركت في تحليل مباريات النادي الاهلي في افريقيا، وشاركت في تحليل بطوله اسيا. لا الحمد لله يعني بجيد الشق ده، ومش شايف نفسي ان انا ممكن مثلا ابقى مدرب حراس. بس اتعرض عليك قبل كده؟ بس ما رفضت بصراحه اي حاجه ليها علاقه بالتدريب، مع ان انا خريج تربيه رياضيه. طب ليه بترفض؟ مش مستهويني الموضوع يعني. انا بصي انا عانيت في الملعب كتير، فمش عايز ارجع للمعاناه دي تاني. انا بقول لك المعاناه بتبقى اكتر وانت مدير فني، رغم ان اشوف يعني انت حضرتك مدرب كبير. بس هي متعة التدريب. اتجهت للإعلام، بس انت بتشتاق للجانب التدريب. أكيد. انا لسه ممكن مثلا عشان ما جربتش كده فلسه مش، بس انا كرمزي مش حابب. طب على مستوى الإدارة، إدارة بعض الفرق قريب جدا، ليه ما تكونش مثلا المدير الإداري لمنتخب فلسطين؟ لأن أنت عندك خبرات كبيرة ولعبت في الأهلي وسافرت وعندك خبرات كلاعب وأيقونة واسم كبير في فلسطين. والله يمكن، بس يمكن عدم تواجدي في فلسطين هو مؤثر، هو اللي مؤثر شوية. طبعا انا خدمت المنتخب كلاعب كتير جدا، 107 شرفني ويشرفني ان انا اخدمه. فان انت تسيب مجال لحد هناك، لحد متفرغ للموضوع، لحد ده ممكن يكون افضل. تعتقد انه اولى يعني؟ اولى طبعا يعني. انا ما فكرتش في الموضوع، بس طبعا انا شرفني اخدم بلدي، بس انا بصراحه انه في ناس اولى هناك ان هم يقدروا يقوموا بالشكل عشان ده متواجدين. متواجدين بشكل كبير، فعارفين ظروف وعارفين ظروف المنتخب طبعاً. هيكونوا افضل طبعا. على مستوى بقى نروح تاني للكرة، وجزء مهم جدا على مستوى التحكيم. انت برضو عشت فترات كان فيها، مش هقول اخطاء تحكيمية، لكن كان فيها الجدل حوالين التحكيم. شفت التحكيم ازاي بالنسبة للفار على مستوى الدوري المصري السنة دي، ونقارنه باخطاء الحكام وانت بتلعب؟ يعني شايف في فعلا استفادة كبيرة جدا من الفار، ولا انت شايف ان التقنية محتاجة شوية وقت شوية؟ والله لو جيت علي على المستوى الشخصي قلتها قبل كده، انا ضد الفار يعني. ضد الفار قتل متعه كره القدم بصراحه يعني. مش شايفه انه لاعب يحتفل. بص التحكيم جزء من اللعبه، والخطا التحكيمي وارد. فالفكره ممكن الناس تكون مش مع كلامي، لكن انا او ممكن لو انت استخدمت الفار، طريقه استخدام الفار يعني شفنا انت مثلا في احيان في الدوري المصري ماتش بيبقى الساعه 3 الظهر، ده انا ما بحبوش ماتش 3 الظهر ده. من وانت بتلعب ما بتحبش تلعب ما بحبوش سبحان الله، ويكون الماتش اصلا يعني وحش، ويجي يعمل لك الفار ويقعد في الماتش 4 دقائق، الشوط بدل ما هو 45 يخلص في الدقيقه مثلا 50. فبيقتل متعه كره القدم، فاهم قصدي؟ لا هو المفروض يعني اتمنى، هو بدات تتطور شويه، بقينا يعني بنحس انه الوقت بدا يقل، انه القرار اتخذ القرار اسرع شويه يعني. في افوره لسه في البدايه كابتن رمزي، برضو ما ينفعش يعني نحكم عليه دلوقتي. ينفع ان احنا نحكم على التقنيه دي دلوقتي ولا لا؟ بس مش الفكره في ايه، انت لما تيجي تنزل تقنيه جديده لازم تبقى برضو تعمل تريننج عليها كتير، تدريب عليها كتير، عشان ما تقتلش اللعبه نفسها. كره القدم نفسها يعني، هي لما التكنولوجيا دخلت بشكل زياده عن اللزوم قتلت المتعه، اللي هي عارف الجدل اللي جزء بيحصل. جزء يمكن اللي انت بتقوله قاله ابو تريكه في بعض في الاستديوهات التحليليه، قتل الجمال الكوره او متعه الكوره كان جاي من جزئيه في البريمير ليج، وكان في جون رائع اعتقد للمان سيتي، ووقفوا الماتش. اللي قال لك تقنيه الفيديو قال من خلال القياسات ان كان تقريبا في 2 أو 3 سنتي كان او الوش الادم متقدم 3 ملي، فكان فكان رد فعلا انتوا مش دي متعه مش دي متعه كوره يعني. طب ما هو مش في فار وبيحصل جدل برضو، بيحصل حكم كده يعني، حكم وعمل والفار ومش ده الجدل زاد مع وجود الفار، فاهم قصدي؟ بس انت فكره انه في حاجات واضحه، ما ينفعش كل شويه الحكام دلوقتي بيريح دماغه يقول لك كل شويه فار. لازم تبقى انت ليك شخصيه اقوى من كده يعني، مع احترامي لكل الحكام،
حتى في اوروبا بتحصل احيانا بيافوروا شويه في استخدام أوروبا التقنيه يعني, يعني ممكن التقنيه ديت يعني تقلل من شخصيه الحكم. طبعا هو بيريح دماغه بالذات هنا بسم الله ما شاء الله في مصر من كتر الضغوط على الحكم فتلاقيه يقول لك يا عم افار بقى وريح دماغي لسه احسب بلنتي بسرعه ليه فاهم فاحسب بلنتي لا استنى ارجع للفار فالوقت ده كله بياخد من وقت المباراه بياخد كل ده على حساب متعه المشاهد اللي عايز يتفرج كوره. مقارنه انت بتتكلم على ريتم الماتش والسخنيه الماتش أيوة انا بتكلم ككره قدم ما بتكلمش كدلوقتي بس اصل عايز اقول لك حاجه برضو تقنيه الفار ديت داخله في عمليه الاقتصاد كره القدم انت عارف المباريات والدوريات الكبيره مبالغ كبيرة جدا جدا بتدفع كبطولات والأندية بتعتمد عليها بشكل كبير جدا تشامبيونز ليج أرقام كبيرة جدا ليفوز بيها فدخلوا التقنية ديت على أساس جزء إن هو يساعد على العدل بمعنى أصح بشكل كبير لأن ده يعني بعض الأخطاء بتكلف الأندية فلوس كتيرة جدا فداخل فيها عملية اقتصادية وداخل فيها الفلوس بمعنى أصح إن ما يعني تخسرنيش فلوس كتير عشان خطأ حكم يعني. سؤالك كابتن هي لعبة كرة القدم دي مش معروفة طول عمرها يقول لك لعبة الفقراء صح ولا غلط؟ طبيعي دلوقتي بدأ المال هو اللي يتحكم في الموضوع الجانب الاقتصادي بدأ يتحكم في الموضوع الجانب زي ما بيقول برضو في لعب بيحصل في الموضوع فهي في النهايه برضو قتلوا متعه كل ده جه على متعه كره القدم رمزي دايما الناس بتتكلم يا زمن الكره الحلوه اللي الناس ما كانتش بتاخد فلوس بس كانوا بيموتوا نفسهم والمتعه في الكره كانت اكتر دخول انت تعتقد الدخول الاقتصاد والمال في الكره بشكل احترافي قلل من المتعه دي شويه وطبعا اثر عليهم طبعا اثر على متعه كره القدم ما بقاش في كره القدم اللي هي يعني عارف ليه دايما انت حضرتك بتقول كوره زمان صح ولا كان في شويه هو اكيد التطور اللي حصل اكيد ده زاد المفروض انت لما بتنزل اي تقنيه جديده او اي مثلا تعديل في القانون قانون الكوره مثلا عشان ترفع رتم صح بتنزل في مقابل تقنيه بتهدم او بتهدي الرتم ده فاهم قصدي ايه انت ضد الفار ايه تماما لا والله والله مش بحبه والله العظيم مش بحبه شكلا الموضوع خالص هو ممكن احنا يكون مصدقينك من غير ما تحلف يعني حسينا ممكن يكون فايده ممكن دي وجهه نظر اه طبعا يعني ممكن اكون غلط ما فيش اي مشكله بس هو حتى لو هم بيستخدموها اوكي بس تكون اسرع من كده وبالذات في الدوري المصري ومش كل كوره يقف عليها الحكم يعني في حاجات بتكون واضحه فتلاقي الحكم او في حاجه مثلا قدام عينه تلاقي صفر بلن وبعد شويه يرجع للفار بعد 10 دقايق يقول لك لا مش طب ما هي واضحه اصلا فاهم قدام عينك يعني هو احنا شئنا ام ابينا بقت موجوده لازم بقى بصراحه يبقى لجنه يعني الحكام يطوروها شويه ويسرعوها شويه لانه اصبح علم كره القدم اصبحت علم واصبح في تحديث وانت لازم تكون اب تو ديت باللي بيحصل في يعني مع العصر والمواجهه العصر فما افتكرش ان هي ممكن تتلغى باي حال لا مستحيل يعني. تتلغي خلاص هي مستحيل تتلغي بس انا قصدي انا دي وجهه نظر الشخصيه انا ما بحبهاش بس خلاص يبقى موجوده يبقى بس نطور يبقى في استخدامها بس يعني لاحظ انت اول سنه في الدوري الانجليزي عملوها كانت ما كانتش كويسه وما كانوش بيجدوها السنه الثانيه عدلوا منها بشكل كبير جدا صحيح. صح ولا غلط صحيح. هو ده المطلوب يعني احنا دلوقتي اتمنى ان يكون في تدريب اكتر على استخدامها وتقليل مش مع كل كوره تستخدم يعني لازم يبقى الحكم شخصيه الحكم تسيطر على الفار مش الفار اللي يعني مش كوره يريح دماغه ويصفر فيها عشان يرجع يا كابتن بس لا طب ما هو رجعنا بقى لا انا اتفق معاك في الجزئيه ديت ان لازم على مستوى التحكيم المصري يكون للتكنيكال يكون افضل يدرسوا افضل من كده على مستوى قوانين او بروتوكول الفار لازم يكون معروف بشكل واضح وصريح حتى للاجهزه الفنيه واللعيبه مش كل شويه لعيب يقول لي روح للفار فكمان اللعيبه لازم تعرف امتى تقنيه الفار تستخدم خلال المباراه وامتى لا ولو عدى هذا الحدود يبقى في انذار وفي طرد لان دي هتبقى بقى متعه الكره زي ما انت بتقول هي هي تقنيه مفروضه علينا لكن تضمن العداله تضمن العداله في والله بص الجدل موجود في مصر المفروض في فار مفيش فار المفروض بس الجدل موجود في كل الاحوال ومستمر صحيح احنا بنشكرك جدا ربنا يخليك انا سعيد ببارك لاداره النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين
والعاملين في النادي الأهلي الثلاثية التاريخية، ويا رب تبقى رباعية وتبقى خماسية بإذن الله. وسعيد بتواجدي وببلغكم تحيات أهل فلسطين كلهم، ويا رب من نجاح لنجاح. وشكر خاص لحضراتكم بجد، بكون سعيد في التواجد. نورتنا يا رمزي، وتحية خاصة طبعا لأهل فلسطين وكل أهلنا فلسطين، وخاصة اللي بيشجعوا النادي الأهلي وبحب أنا عارف، وعلى رأسهم أنا عارف الكابتن علاء، ودايما بيبعت لنا تحياته وأفراح فلسطين بيها. رمزي بنتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في مستقبلك، إن شاء الله تكون إعلامي محترم أو يكون إداري إن شاء الله بشكل جيد جدا. بنشكرك شكرا جزيلا، وبنكون سعداء دايما بوجودك معنا هنا في البيت الكبير. ربنا يخليك حبيبي، نورتنا رمزي، نورتنا. بعد الفاصل نستقبل النجم الكبير الكابتن فتحي نصر في البيت الكبير. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الفقره الحواريه الاخيره هنا في البيت الكبير. معانا احد شيوخ التحليل الفني مش في مصر بس، على مستوى القاري، نجم كبير جدا على المستوى الاداري، كان في يوم من الايام المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم، بيشرفنا وبينورنا دايما بارائه المتميزه طبعا الكابتن فتحي نصير. كابتن فتحي بنرحب بيك في البيت الكبير، اهلا بحضرتك. هاني انا سعيد ان انا معاكم بعد البطوله، بتنورنا معاك يا سامي. يعني حاجه تسعدني ان بعد الثلاثيه نلتقي ان شاء الله في البيت الكبير، ودايما كبير النادي الاهلي. اكيد اكيد منورنا دايما، دايما منورنا فعلا ومشرفنا في البيت الكبير، ودايما ما بنستمتع بارائك التحليليه لانها بتكون مختلفه ومميزه الحقيقه. طبعا ما ينفعش يكون كابتن فتحي نصير بعد التتويج بكاس مصر طبعا وبطوله دوري ابطال افريقيا من غير ما نساله عن شعورك، ازاي تابعت الفرحه ديت بعد 7 سنين عجاف صحيح، بس الحمد لله التسعه تتحقق. يعني رغم 2020 يعني من نقول من أسوأ السنين اللي مرت بينا أو مرت بي أنا يمكن شخصيا، لكن الثلاثية زي ما فرحتكم فرحتني وأسعدتني، وكان عندي ثقة في الله وفي اللعيبة إن مش هيخذلوا جمهورهم ولا إدارتهم. دي انا هتقول لي طب انت خدتها ازاي من الاساس ايه؟ اللي انا شفته يعني يمكن حاجه كابتن هاني، اما تلاقي رئيس مجلس اداره النادي مع الفرقه وبيتابع دون تدخل، الملاحظ المحب للفرقه ودايما مع الفرقه ويسافر معاهم زي الجمهور وعايش معاهم ومتقمص او عايش دور يعني ايه الراهب للفرقه دي، عايش معاهم على طول ال 24 ساعه، وينتقل ده الاحساس للعيبه، هيحسوا اهميه هذه المباريات اللي اتلعبت سواء نهائي افريقيا او نهائي كاس مصر او السوبر ان شاء الله اللي قادم ان شاء الله، ايا كان موقعه في اي حته في العالم، لان ملعب كره القدم هو واحد مظبوط، واحنا 11 هيلعبوا 11 و11 النادي الاهلي معروفين اي 11 لابسين فانلات الحمراء او لابسين فانلات النادي الاهلي، هم دولت زي بتوع النادي الاهلي اللي بيقدروا يمثلونا ويقدروا انهم يعني يشرفوا الكره المصريه ويشرفوا جمهور النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي ويسعدوا الجماهير. اكيد اكيد اكيد. بس موسماني النهارده احنا بنبدا موسم جديد، وزي ما بنعيد وبنكرر خلاص انه النادي الاهلي قفل صفحه الافراح، بدا موسم ومشوار طويل مستنيه وهيبدا بعد بكره يوم الاحد ان شاء الله. تجربه موسماني في الموسم الجديد ده كابتن مع الدوري كامله جديده من بابها، يعني شايف التجربه ديت لمستر موسيماني بقى الجنوب افريقي، تجربته مع الاهلي من اول وجديد في الدوري شايفها عامله ازاي مبدئيا؟ يعني اقدر اقول مبدئيا الاول كمدرب، كمدرب طبعا أنا بشكل تحليلي انا بقول يعني كمدرب كابتن هاني برضو كلاعب ومدرب يشعر بيها هي بدايه من بدايه الدوري، لكن هل الوقت كان يسمح لموسيماني ان هو يقول دي اول بطوله او اول دوري اشارك فيه؟ لا انا بقول لا اكيد، لان كان لازم على الاقل له شهر متفرغ كامل
ويعيش مع اللعيبه دي في معسكر ويعيش في اعداد صح ويبدا في تدريباته الصح سواء فرديه او جماعيه خططيه او بدنيه مهاريه كل الحاجات دي نفسيه ثم مباريات تجريبيه نقول تدريبيه الاول ان هو بيدربهم على حاجات ثم مباريات وديه تجريبيه يعني مباريات وديه ما فيش اي حاجه ثم يبدا المباريات الرسميه هو ما مشيش في التسلسل ده مش بمزاجه لا طبعا مش بمزاجه قدرنا وقدر الظروف فمش يعني عايزين نقول موقف. هي بدايه الدوري هي اول البدايه هو اول بدايه بس كشغل مدرب مش هيبقى اول الشغل له يعني نظلمه ونظلم اي مدرب مش هو بس كل مدربين اللي هم بيشتغلوا على مستوى ال 18 نادي انت حضرتك بتتكلم على السيكونز العادي بتتابع المواسم ان موسم بينتهي بالزبط. وبيبقى فيه فترات راحه ثم فتره اعداد للاسف طبعا للظروف اللي مرينا بيها موسم استثنائي لضم يعني لحم موسمين في بعض هيدخل الثاني في استثنائي كمان بالظبط يعني لكن على مستوى اعتقد على مستوى التحضير كان موسيماني ومجلس اداره النادي الاهلي وخاصه السيد عبد الحفيظ كان ماشيين بخطين متوازيين رغم انشغالهم بالبطولات لكن كمان التنظيم للسنه اللي جايه كان على المستوى الفني ماشي بخطوات جيده جدا برجوع مش صفقات رجوع الاعاره بشكل كويس كان ده بيتعرض من خلال من سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ خمس لعيبه رجعوا كمان في ثلاث صفقات اذا كان بنتكلم على بدري بنون على احمد بيكام وبنتكلم كمان على طاهر محمد طاهر فالجزئيه دي تدي لحضرتك لو حددت مكان موسيماني بتديك السكاود وسكاود كبير ويسمح لك انك تبدا الدوري بشكل قوي اسلحتي يعني كأسلحة هو كاسلحه لاعبين كاسلحه لاعبين احنا مش اسلحه احنا داخلين في معارك لا احنا داخلين في منافسه طبيعي. فاحنا رايحين في منافسات كلاعبين طبعا اصبح عنده قوه ضربه دلوقتي اصبح عنده مجموعه لاعبين قادر ان هو يقدر يشكل منهم اي 11 لاعب وما يفكرش في اللي حصل له قبل كده في المواقف الصعبه سواء الاصابات القطريه او الكورونا اللعينه او رحيل البعض او رحيل لا يعني الرحيل ما بعتبرهوش نقص للنادي الاهلي انا اي لاعب بص اي لاعب بيبعد عن النادي الاهلي رحيل وهو قادر انه يلعب او اعتزل النادي الاهلي ما بتخسرش لازم يعني تبقى قاعده هي خساره للاعب مش للنادي اصلا يعني ما انا فما بعتبروش ان دي هزه للمدرب لكن هزه المدرب ان واحد يجي له كورونا لان ده لاعب يعشق النادي الاهلي واتمنع بقدره الخالق او اصابه قدريه صابة. ان واحد يصيب اصابه قدريه او كارت غائر يعني حكم يظلمه بكارت اصفر او كارت احمر أو يمنعه ان هو يشارك في المباراه الثلاث حاجات دولت هم اللي بيمنعوا اللاعب ده اللي بيتاثر بيه المدرب وكلها ظروف فعانى منها النادي الاهلي بس كل دي كان قادر في مش بايدين لا اداره الاهلي ولا الجهاز الفني ولا الاداري ولا باي حد ولا الكابتن سيد عبد الحفيظ ولا اي الناس دول صح. طب انا اروح ليه بعيد واحنا بنتكلم اهو اما الاقي احنا ذكرنا الاقي واحد زي محمود متولي طب ما دي احد النماذج اللي هي في النادي الاهلي مش بمزاجه ولا بمزاج النادي الاهلي اتحرم النادي الاهلي منه 8 شهور اصابه كبيره 8 شهور وبعدين هذا اللاعب فعلا يعني لما نقول بدر بنون جه من اللي هو صناع اللعب من الخلف مظبوط متولي نفس الشكل لو تلاحظوا محمود متولي هو نفس الشكل فموسيماني كان هيلاقي الحاجات دي ان يقدر فيها وعاوز برضه اطمن الجمهور وكابتن هاني طبعا عارف محمود متولي بالمناسبه قطع خطوات كبيره طبعا في رجوعه ان شاء الله رجوعه العلاجة. وكان اختيار موفق له ان هو قال لك انا هعمل العمليه هنا مع دكتور احمد عبد العزيز وهتعالج هنا وهكمل في مصر وهو دلوقتي مع احد افراد كتيبتك كابتن علاء شاكر علاء شاكر طبعا وعلاء شاكر ده طبعا متميز الحقيقه عامل معاه شغل يعني واصرار اللعيب كمان كابتن هو نفسه فدي دي انا يمكن خرجت شويه عن ده بس انا عايز ادي نماذج للعيبه اللي هي بتحب النادي مش اللعيبه بقى اللي سابت النادي
اللاعب اللي ساب النادي ده ما نذكروش، لكن لاعب زي ده لازم اذكره واقول انه بيكافح وبيقاتل وبيروح يشارك معاهم وبيتمرن. فاذا دي حاجه كويسه وبتبين النادي الاهلي معدن كمان يعني. انا بنقلها لجمهور الاهلي ومسؤول الاهلي، لان بشوف انا في الجيم بيشتغل ازاي. فما شاء الله الاصابات القطريه دي ان شاء الله هترجع لنا وهيبقى قوه ضربه يعني فيه. ان شاء الله باذن الله. يعني فكره يعني حتى فكره الارهاق دايما يقول لك ايه، يعني تلاحم المواسم ممكن اكيد يرهق بعض اللعيبه يعني. أكيد كمان المشوار أكيد كان طويل قوي يا كابتن فتحي. فالنهارده العناصر الجديده او اللي يعني سواء بقى المعارين، فكره ان شاء الله بقى كمان الصفقات او عوده حتى يعني وليد ريح فتره طويله، ديانج رجع تاني، فان شاء الله يعني احمد ياسر ريان طبعا. فبنتكلم عن يعني مجموعه يقدر موسيماني يستعين بيها، ما نقدرش نقول انه هيدخلوا على موسم صعب ما لحقوش يريحوا الموسم يعني. لا هو ملحوم في اللي قبليه، ما نقدرش نقول مش ده. هم جايين فرحانين ومرجعوا النادي، متشوقين يلبسوا الفانيلا الحمراء تاني لان بعدوا عنها فتره، فكل ده دي دوافع عندهم. يعني اذا الخمسه جديدة. سته اللي هم جايين جداد دول، الخمسه اللي هم بتوعنا اللي كانوا معارين. زائد طاهر محمد طاهر، زائد باد بنون، ادي اثنين، زائد بيكهام، كل دولت ابناء النادي لما رجعوا. اذا عندي ثمانيه، الثمانيه دولت راجعين بقوه الدفع، حب لبس الفانيلا الحمراء، راجعين لها تاني، راجعين بحوافز جديده، بحوافز ودوافع ودوافع جديده طب. وما عندهمش الاجهادات بقيه اللعيبه اللي عندنا، لان هم ما مروش بتجارب النادي الاهلي السنه اللي فاتت. يعني ما دخلوش، لا كان عندهم افريقيا ولا كان عندهم بطولات تانية غير ان هم كانوا في انديتهم بتنتهي الموسم بتاعهم كان بينتهي بدري يعني. صحيح. وده يرجعنا لنقطه مهمه جدا على النواحي الفنيه، وحضرتك يعني مدير فني اشتغلت بشكل كبير، ان كمان عندنا دكه كويسه بمعنى اصح يعني. ودي كان مشكله عندنا في بعض الاوقات، ان عندنا مشكله ان اللي على الدكه ممكن يكون واحد بس اللي ممكن يعمل الفارق. لا دلوقتي عندنا مجموعه من اللعيبه تقدر تغير من شكل الاداء بشكل كبير. شفنا حتى في المباراه الاخيره او مباراه الاتحاد، نزل طاهر عمل شكل كويس، نزل ناصر ماهر. فدي مهمه جدا انك بتستعين قبل الدوري كمان انك عندك دكة احتياطية بشكل جيد يعني. الدكة هي نقدر نقول يا كابتن هاني سلاح عدم التوفيق. يعني ايه سلاح عدم التوفيق؟ يعني انا كمدرب اخترت 11 لاعب، لم يوفق 2-3 منهم، ما وفقوش يعني مش ماشي معاهم. فالسلاح ان انا اعالج هذا الموقف بايه؟ بالبدلاء. البدلاء ما يقلوش، ممكن يكونوا احسن في اليوم ده، فحتى الناس تقول الله طب ما لعبتش ده بالاول ليه؟ لا ما هو مش من الاول انا اعرف ان ده مش هيبقى وحش. يعني انا بلعب سين من الله ان هو بيلعب، اي لاعب ايا كان بيلعب في الملعب، وبعدين لم يوفق في هذه المباراه او خد انذار، فانا خايف عليه من الانذار الثاني، فهنزل له البديل. بنزل البديل هو مش اقل منه، قد يكون هيأدي احسن منه او ممكن ينزل يجيب جون مثلا في يعني هيأدي احسن منه ويقدر يعمل زي كهربا. ما هو زي كهربا اول ما نزل، ما هو كهربا جول خلاص، ما قاعد من طول المباراه. طب الناس تقول ما بداش، لا مش ما بداش، انا ببدا باحسن 11 من وجهه نظر انا كمدير فني الفنيه. ثم لم يحصل توفيق لهم لان حصلت متغيرات داخل الملعب، خصم بيلعب عليه، حكم مش عارف شكله ايه، الوضع ده كله، فبالتالي بنزل بديل. مهم جدا زي ما الكابتن هاني بيقول، لابد ان البديل يكون في مستوى اللي بيلعب في الملعب، فهو موجود وقد يكون الاحسن. اذا الكتيبه لابد يكون عندي قوام تقريبا من جاهزين 18 لاعب يأدوا المباراه النهارده، زي ما بتروح كاس العالم بيقولوا بسجل 18 لاعب. هم طبعا من دلوقتي بيسجلوا 23 لاعب، بس انا في دماغي ال 18 لاعب اللي انا هقدر العب منهم واقدر ابدل منهم، وخصوصا التغييرات دلوقتي بقت خمسه. بالظبط. يعني في الظروف عندك متغيرات كتيره وعندك ادوار كتيره. خمسه عن نص الفرقه. بيلعب 10 في الملعب، لما غير خمسه يبقى غير نص الفرقه. فسهل ان انا اقدر كده، فدي مهمه جدا جدا، وده سلاح من احد اسلحه النادي الاهلي في صراعه او المنافسه القويه للدوري اللي كل الناس متحفزه له، يعني متحفزه لهذه البطوله، وكل واحد طريق مشروع انه كل واحد عايز ياخد الدوري.
وعموما بطولة الدوري بتحتمل التجارب بعكس بقى لعب البلاي اوف الكاس. اه طبعا لانه مشوارها طويل. لكن يعني الدوري هتلعبي 34 مباراة، اكيد هيكون عنده فكر خاص، اكيد هيكون عنده خطط مستقبلية ان شاء الله، فهيسمح له الدوري الموسم ده. والدوري مش ماتش ولا اثنين ولا ثلاثة، الكاس انت بتلعب يعني كاس العالم عشان توصلي للنهائي في البطولة في التصفيات بتلعب 7 مباريات توصلي لنهائي كاس العالم، يعني بطولة قوية زي دي. كاس افريقيا نفس القصة بتلعبي توصلي 7 بعكس الدوري لما يكون 32 فريق. اما انت لما بتكوني في الدوري، الدوري بتلعبي 34 مباراة مش بتلعبي 7. طيب فعندك وقت طويل. بعد الفاصل عندنا كلام كتير عن اللايحة في البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم والكابتن فتحي نصير من خلال التقرير. مشوار الدوري طويل، بداية ان شاء الله يوم الحد مع نادي الفريق المقصة. حضرتك شايف البدايات ازاي ومشوار النادي الاهلي ان شاء الله في البطوله المفضله للنادي الاهلي ان شاء الله خلال الموسم اللي جاي؟ دائما البدايات صعبه، والبطل لابد ان يبدا قوي. اي بطوله قويه، اي فريق قوي، المثل ده مثل الماني يقول لك ابدا قوي وانهي قوي هتحصل البطوله. خلي الضربات تحصل لك في وسط الموسم، لكن في البدايات لا، في البدايات لازم تكون شرس على الجول، يعني على المرمى لازم تكون شرس، لازم تسجل، لازم تجيب اهداف على اساس انك بتلعب. لكن ما تبداش ضعيف وانت فعلا بادئ. دلوقتي الناس كلها متحمسه، كل الفرق هتقابل كل الفرق متحمسه. الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي كلها، ما فيش فرقه هتقابل النادي الاهلي كبطل افريقي او بطل دوري او بطل كاس او بطل ثلاثيه او هو كنادي اهلي، مش هتقابله او الملايين اللي هتتفرج عليك في الماتش ده. فهتلاقي ال 11 لعيب اللي بيلعبوك في قمه التركيز بتاعهم. شفناها، يعني لو شفناها في الطلايع، شفناها في نهائي الكاس، هتشوفيها في كل. وانا يمكن يوميها كان زميل احمد سمير كان هنا وكنت في الاستوديو بيقول لي مباراه الطلايع، قلت له صعبه جدا كانت جدا صعبه. قال لي ازاي يا كابتن؟ قلت له صعبه جدا. قال لي الطلايع، قلت له صعبه جدا جدا جدا. وقد كانت، شفتوها ازاي كانت طبعًا صعبه طبعا، يعني كل الفرق هو مش صعبه بقى. لان الفرق مش النادي الاهلي وحش، الفرق قدامكم متحمس. انت بتشوف انت لما كنت تلعب يا كابتن هادي الفرق دي، كل لاعب قدامك متحمس، المدافع متحمس والمهاجم متحمس، خط الوسط متحمس، الفرقه كلها والمدرب الفني كل الدنيا مشدودين ومتحمسين، وكله ضارب الجل وكاوي الشورت وعامل نفسه كل حاجه ومظبطين نفسهم على اساس مين؟ الملايين هتشوفهم. اما لو فرقتين بدون جماهير، مين اللي هيشوفهم غير الاداريين بتوعهم وقله من المشاهدين اللي خارجه وبيضيعوا وقته في الاستوديو. لكن مباراه النادي الاهلي مباراه لها المشاهده، فدي بتحمل النادي الاهلي اكتر من طاقته. صحيح. يعني ولكن طاقته كبيره، يعني اكبر من طاقته مهما كانت طاقه النادي بس الاهلي. بس انا بتفق معاك ان الاصرار من لعيبه المنافس بتكون نازل بيلاعب نادي القرن، بيلعب بطل الثلاثيه، بيلعب النادي الاهلي اللي الناس كلها بتتابعه. ده بجانب انه كده كده النادي الاهلي بيتشاف مبارياته، بتبقى يعني يوم خاص لكل اللعيبه يعني. فهو المباراه، فاذا بدايه الدوري مباراه ما غض النظر مين هتلعب مين، مع احترامي الفريق المقصه فريق لاعبين وكده، لكن انت 11 بتلعب 11 برضه، نقول لمسماني ربنا يوفقه في اختيار احسن 11 من الكوكبه اللي احنا شفناهم والنماذج اللي قدامه دلوقتي. لو يختار قدامه اوبن بوفيه يقدر يختار. بس دي يا كابتن حضرتك كنت مدير فني، دي بتبقى المرحله الحاجه الصعبه الحلوه، بمعنى صح ان المدرب عنده اختيارات كتيره جدا، وبالتالي في صعوبه في الاختيار، صعوبه مفضله يعني. لكن هي لو سالته دلوقتي، يا لو بنساله اي مدرب، هتلاقيه متفق على 9 لعيبه. هتلاقيه أساسي. مختلف بينه وبين نفسه في صراع على 2 لعيبه. يعني الاعب ده ولا ده، بناء عليه هو كمان دي بتساعده في طريقه اللعب اللي هيلعبها.
يعني هتساعده، هيشوف مين اكتر ينفذوا له اسلوب اللعب وطريقه اللعب كيفيه الاحتفاظ بالكوره. وما شاء الله كل اللعيبه اللي احنا قلناهم دلوقتي عندنا في النادي الاهلي كلهم لعيبه مهاريين، واللاعب المهاري هو اللاعب القادر على الاحتفاظ بالكوره، اللاعب اللي ما يقدرش يفقد الكوره بسهوله، اللاعب اللي هو يقدر يستخلص الكوره من خصمه بسهوله. يعني اذا عنده السهوله دي، لكن لابد ان يكون تركيزه ان شاء الله باذن الله في احسن 11 يلعبوا ويبداوا، وهيكون شرف لهم اللي هم بداوا هذه المباراه. والصراع الداخلي اللي بينه وبينه مش زي ما بقول لحضرتك هيكون لاعب او اثنين، يعني مركز مركزين ممكن يكون يحدد لاعب ده ولا ده، لكن في مراكز ثابته ومعروفه مش هيقدر ان هو يعني هو مش هيختلف فيها ومش هيضيع وقته فيها. واللعيبه نفسها يا كابتن هنا هيكونوا عارفين، يعني طبعا يعني مش مفيش مفاجاه لما يجي يقول لي اسم هيقولوا كل دولت بس هو فلان ولا فلان، هي هتكون يعني معروفه له. عايزين نتكلم عن اللوائح الجديده وخاصه لائحه لجنه المسابقات النهارده، ما بين الايجابيات ومش مش عايزه اقول سلبيات، عايزه اقول تحفظات شويه. لما نيجي نعمل النهارده بنود بيكون في زي سيناريو للائحه دي واربطها بالمواد اللي موجوده في هذه اللائحه. عايز اعرف مبدئيا من كابتن فتحي نصير تعليقك ايه على لائحه لجنه المسابقات تحديدا، عشان انا عارفه انك عندك تحفظات. وكابتن مازن يعني من الشباب المتحمس ومثقف وواعي ومدرك هو بيعمل ايه، ومن مجالي يعني هو عارف، بس الحماس ده مش عايزه يسحبه لحاجات يخبط دماغه مثلا في الحيط او في حاجات زي كده. لازم لما يحط المواد كلها في النهايه بيعمل ميزان، زي المدرب لما بيحط 11 فرقه 11 لعيب بيعمل ميزان الفرقه، يشوف ايه انا عندي كام لاعب يقدر يجيب جول، عندي كام لاعب يقدر يشوط ضربات ثابته، عندي كام لاعب يقدر يلعب بدماغه، لا انا هلاعب اللاعب ده بدل اللاعب ده عشان ده يبقى كثره اللعيبه اللي بتلعب بالدماغ موجوده لما مش قليلين، كم واحد ألعب ده ولا ده، لا انا لاعب الطويل لان نسبه الاطوال عندي في الفرقه قليله فلازم انا ازود نسبه الاطوال، يبقى هلعب اللاعب الطويل مش هلعب اللاعب. الحاجات دي سيناريوهات بتحصل في اللائحه، نفس القصه. هو في بند في اللائحه بيقول ان لا قدر الله في حاله 16 لاعب كورونا يبقى المباراه ما تلعبش. ماشي، اذا 16 لاعب. طب لو في 16 لاعب وعندك 7 لاعبين في وبعدين قلت في البند تاني وقت الدوره الاولمبيه لن يتوقف الدوره هيتلعب بدون اللعيبه المنتخب الاولمبي هيلعب. طيب النادي الاهلي دلوقتي فيه 7 من لاعبي المنتخب الاولمبي، وازع من السبعة دولت هيكونوا أساسيين من ضمن ال 18 لاعب المسافرين إن شاء الله بإذن الله في المنتخب الأولمبي، لو بإذن الله يكونوا سلام. طب أنت عندك 7 اللي هم موجودين دول بره وعندي 16، يبقى أنا عندي 23 لاعب مش موجودين في الفرقة. طب إزاي؟ تقول لي طب يعني ايه؟ يعني حضرتك بتتكلم لو السبع لعيبه دول مع المنتخب الاولمبي اكيد في 7 مع المنتخب الاولمبي، لا قدر الله لو حصل مثلا 15 اصابه كورونا بقى عندي 22 يبقى عندك 22 لعيب متغيبين عن صفوف النادي الاهلي. ف يعني طب حضرتك شايف ايه من النقطه دي؟ شايف ان السبعة يعني يتحسبوا من ضمن ال 16، يعني اشيل 7 من 16 يبقى انا يبقى انا عندي 9، يبقى وقت الدوره الاولمبيه او وقت ما ياخدوا من النادي الاهلي 7 او ياخدوا من اي نادي، لو نادي مثلا اي انديه من الانديه الدوري الممتاز في انديه ثانيه ماخدين 4 او 5، الخمسه دولت يعتبروا من ضمن 16 لاعب بتوع الكورونا، على اساس انت بتقول 16 المباراه اللي هتقام 15 هتلعب، يبقى 15 هتلعب. طب 15 وعندي 7 بره، يبقى 22 لعيب مش ممكن. فدول يعني من راي حضرتك في خلال الدوره الاولمبيه يتم تقليل عدد الاصابات ل يعني الانديه تستفيد كمان بعدد معين بالنسبه لل 16 بتوعك. انت خدت اقصى حاجه 16، هعتبر ال 16، اعتبر السبعه دولت من ضمن ال 16، او مثلا لو فرقه عندها 4 يبقى الاربعه دول من ضمن ال 16، من ضمن ال 16 يبقى 12، يبقى كده ليه؟ عشان تبقى بي فير. لكن ما اقدرش اكتر من 16، لو فرقه عندها 16 وعندها 4 كمان يبقى 20 لاعب 20 لاعب، انه 4 في الاولمبي و16 في كده او 15 يبقى عندي 19 لاعب
والماتش يتلعب برضه، طب انا هجيب لعيبه منين؟ النقطه الثانيه لابد انك ينظر في حته الحراس المرمى. لو الثلاث حراس المسجلين هتقول لي خد من الناشئين والرابع مصاب، مش مصاب مصاب عادي، كورونا اصابه قدريه، اصابه لا قدر الله، يعني عنده اصابه قدريه او مش اصابه قدريه، كان مطرود في الناشئين وعنده كارت احمر يعني موقوف يعني مش هيلعب. طب لو لعب ده مش هيلعب وعندي ثلاثة مصابين ما عنديش حراس مرمى العب بمين؟ لازم نفكر، ده السيناريو اللي انا بقول عليه، ان انا افكر في اللوائح ان لو حصل كذا احط نفسي مكان النادي. يعني بعد ما احط اللائحه احط كده، طب انا بقى لو مدرب نادي وحصل لي كذا وكذا وكذا، او نادي حصل له كذا وكذا وكذا، من البنود دي تحط مع اللائحه بتاعتك تغذيها ببعض التفسيرات. يعني بتحط يعني تعديلات في وقت معين يحصل كذا دلوقتي قبل البطوله ما تبدا. يعني لسه، وخصوصا ان هنبدا البطوله النهارده، النهارده الجمعه. والحته الثانيه حته القرار بتاع ال 16 مباراه، ال 16 مباراه ايقاف. لابد ان تفسر ال 16 دولت، يعني امتى حد قرار 16 مباراه دي توقف، ومن سيعطي هذا القرار؟ لا بقرار، هل بالفيديو شفتها او الاعتداء شفته بتقرير الحكم او بتحرير المراقب؟ طب ماشي، حكم الفار كتبوا لك كل حاجه، ده عملوا لك كده وقلت 16. لازم تقول نوعيه الاعتداء، الاعتداء لفظي، الاعتداء بدني، الاعتداء جسدي، الحاجات دي كلها لازم تفسر عشان بعد كده ما تحصلش يوميها ويقول ده انت بتفسر عشان النادي ده والنادي ده. لا، عشان ما يحصلش تضارب او اجتهادات. بالظبط، مالهاش لازمه. صحيح. كابتن انت نورتنا النهارده بجد، حضرتك شرفتنا في النادي الكبير. الله يخليك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كابتن، ودايما سعداء بوجود حضرتك معنا. انا اللي اسعد ان شاء الله في البطولات دايما باذن الله. ان شاء الله باذن الله نيجي على البطولات احنا على طول الثلاثيه باذن الله، ونيجي بعد بطوله افريقيا وبطوله افريقيا سواء في مصر او خارج مصر ان شاء الله، لكن في ملعب كرة القدم اللي لم يتغير مقاييسه في العالم، فشرف لنا ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا كابتن، شكرا جزيلا. شكرا. دي كانت طبعا نهايه حلقتنا النهارده في البيت الكبير، ان شاء الله باذن الله هنتابع انطلاقه النادي الاهلي ان شاء الله يوم الاحد امام مصر المقصه، كل التوفيق لفرقتنا، ونشوفكم هنا في البيت الكبير ان شاء الله يوم الاثنين من 10 ل 1. تصبحوا على خير.